السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة، أخباركم إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول فيديو في سلسلة الأبروتشز اللي قلنا عليها، وهنبدأ بأول حاجة الشيست بين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الشيست بين من أشهر الحاجات اللي ممكن تقابل حضرتك وأنت واقف في الطوارئ. يا دكتور الحق، صدري بيوجعني. لازم تبقى عارف كل الكوزز حتى الكوزز الأنكومن فيها عشان خاطر تعرف توصل للدياجنوز الصح. من أسبوعين أو أسفة من شهرين جه عيان، والدكتور قاعد في العيادة راح جاي مديني التحليل بتاعه وقال لي يا دكتورة بصي له كده وبصي التحليل وقولي لي ده مريض إيه. فانا ما عرفتش، فطلع الراجل دوت كان مريض ار تي اي رينال تيوبولار اسيدوز. فالدكتور ده قال لي مش هتشخصي حاجه انت مش عارفاها، عمرك ما هتشخصي حاجه انت مش عارفاها، فعشان انت مش عارفه الار تي اي رينال تيوبولار اسيدوز مش حاطاه في دماغك، وبالتالي عمرك ما هتشخصي العيان ده. وفعلا الراجل دوت ما كانش متشخص، كان بقاله سنين بيتعالج عند دكاتره العظام عشان السكيلتال ديفورميتيز اللي عنده وما كانش متشخص. فانت كل ما تحط في دماغك ديفرنشال دايجنوزيس وكل ما تحط في دماغك اسباب، كل ما هتعرف توصل للتشخيص الصح. اه في اسباب انكومن، اه في اسباب كومن اس كومن طبعا، بس لازم الحاجات الانكومن لازم تبقى في دماغك. كومن اس كومن بات رير از بريزنت، الحاجات الرير موجوده يا جماعه، تمام؟ فاحنا لازم في دماغنا كل الاسباب. طيب هنشوف ايه الحاجات اللي بتعمل شيست بين. والله عندك كارديو فاسكولار كوزس، وعندك لانج كوزس، عندك جي اي تي كوزس، عندك سكين كوزس، عندك ماسكول سكيليتال كوزس، عندك سايكولوجيكال كوزس، عندك بريست كوزس، وعندك تروم. وهنتكلم في كل واحد من دول، كل كاتيجوري من دول في تحتها اسباب كتيره جدا بتعمل شيست بين، هنتكلم عليهم واحد واحد. هنبدا باول حاجه واهم حاجه واكتر حاجه فيها لايف ثريتنينج كونديشن هو الكارديو فاسكولار. ويبقى العيان اصلا جاي وخايف من الشيست بين عشان خايف لا يكون هو من كاردياك اوريجين. العيان خلي بالك معتقد ان الشيست بين ده اكيد كاردياك اوريجين، بس انت لازم يبقى في دماغك الديفرنشال دايجنوزيس ده. طيب الكارديو فاسكولار عندي مكونه من كلمتين، كلمه كارديو فاسكولار حاجات ليها علاقه بالقلب والاوعيه الدمويه، قلب واوعيه دمويه، ففي كاردياك كوزس وفي فاسكولار كوزس. طيب الكاردياك كوزس هو انا عندي ايه اصلا، ايه الكاردياك ليرز اللي عندي؟ عندي بريكارديوم، عندي مايوكارديوم، وعندي اندوكارديوم. طيب ايه اللي يعمل لي بين في البريكارديوم؟ ان يجي له بريكارديتس، يحصل انفلاميشن في البريكارديوم فيعمل لي بريكارديتس. طب ايه اللي يعمل بين في المايوكارديوم؟ ان يحصل مايوكارديتس. طب الاندوكارديوم اللي يحصل فيه ان الفالفات تضرب، يحصل عندي حاجه اسمها الاورتيك ستينوز، يبقى فيه ضيق في الصمام الاورطة، وفي عندي مشاكل في الكوندكشن سيستم اسمها التاكيا اريزميا، تمام؟ وهنعرف ازاي بتعمل شيست بين. طيب الفاسكولار كوزس ايه عندي؟ عندي اكبر واهم واكتر حاجه الناس بتتكلم عنها الاكيوت كوروناري سندروم. الاكيوت كوروناري سندروم هنتكلم عنها بالتفصيل تحت، وهقول لك هي عباره عن ثلاث حاجات، ان ستيبل انجينا، وعباره عن اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي اللي بنسميها ستيمي، وان اس تي ونان اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي اللي بنسميها ان ستيمي. طيب وفي حاجه عندي اسمها اورتيك دايسكشن، ان يحصل دايسكشن في الاورطه، وهنقول يعني ايه، والهايبرتنشن ايمرجنسي. يلا نبدا بسم الله في اول حاجه عندي. اول حاجه البريكارديتس. في حاجات ريسك فاكتورز تقول لي ان العيان ده يبقى عنده بريكارديتس، خلي بالك احنا هنقول الريسك فاكتورز عشان تزود في دماغي فرصه ان الشخص اللي قدامي ده يكون المرض ده، لكن مش معنى ان انا ما لقيتش الشخص دوت في الريسك فاكتورز ديت ان انا ما اقولش ان دوت عنده التشخيص ده، لا، احيانا ممكن يكون عنده هو ما عندوش ريسك فاكتورز، يكون عنده المرض ده من غير ما يكون عنده اي ريسك فاكتورز، تمام يا دكاتره؟ طيب نبدا اول حاجه بالبريكارديتس. البريكارديتس الريسك فاكتورز اللي عندها ايه؟ ان ممكن تجي لي ايديوسك، ممكن تكون بسبب انفكشن، ممكن تكون بسبب الراديشن، ممكن تكون بسبب انفاركشن، ممكن تكون بسبب يوريميا، ممكن تكون بسبب كولاجين ديزيز. ايديوسك معروفه انها بدون سبب. انفكشن احيانا بوست فايرال وبوست بكتيريال يحصل عندي بريكارديتس، يحصل انفلاميشن كبوست فايرال يعني، يحصل انفلاميشن في البريكارديوم ويعمل لي البريكارديتس. الراديشن الناس اللي بتاخد عندها بريست كانسر وبتاخد اشعاع على البريست بتلاقي الناس ديت بعد فتره بتشتكي من البريكارديتس، يبدا يجي لهم شيست بين بسبب البريكارديتس. الناس اللي عندها ام اي، الناس اللي جالها مايوكارديال انفاركشن، من ضمن الكومبليكيشن بتاعه المايوكارديال انفاركشن ان يحصل بريكارديتس، حته من القلب ماتت، فلما يحصل حته من القلب ماتت بتبدا تطلع فيها الكلينيكال ميدييتورز والكيميكال ميدييتورز والحاجات دي، فيبدا يحصل فيها انفلاميشن، فالحته اللي مجوراها الحته اللي عليها يبدا هي كمان يحصل فيها انفلاميشن، فتلاقي بعد الانفاركشن ناس جالها بريكارديتس. اليوريميا الناس اللي هي عندها كرونيك كيدني ديزيز ومفروض تغسل وبتاع وحصل لها يوريميا وبدا يحصل عندها حاجه كان اسمها اليوريميك مانيفستيشن، من ضمن اليورينيك مانيفستيشن كانت البريكارديتس، وكانوا اساتذتنا يعلمونا ويقولوا لنا البريكارديتس باد ساين اوف يوريميا، كونك لقيت بريكارديتس في عيان اعرف ان العيان ده ليه ستيج خالص وبقاله مده ما غسلش وخلاص وهيضايق، تمام؟ العيان دوت مش سهل انك تشوفه في عيانين الكلى، يعني استاذي مثلا بيعلمني قال لي ما شفتش عيان يوريميا كان عنده بريكارديتس الا عيان واحد وضايق،
تمام، فده بيبقى ليت ستيج خالص. يعني الكولاجين ديزيز، الكولاجين ديزيز زي ما عندي اوتو اميون ديزيز، زي ما عندي الجسم ضرب حاجات كتير، من ضمن الحاجات اللي بيضربها البريكاردايت، البريكاردايت فيعمل لي بريكاردايتس. تمام، خد بالك من حاجه، كان زمان الدكتور علاء نصر وهو بيشرح في الـ في الـ في الفيديوهات بتاعته بتاعه الاي سي جي، كان دايما يقول لك استاذي قال لي لو شخصت البريكاردايتس كتير اعرف انك انت بتشخص غلط. ليه؟ لان البريكاردايتس يا ابني مش مرض مشهور قوي، الكلام ده صح، بس من ساعه ما حصل الكوفيد سندروم وبعد ما حصلت الايرا بتاعت الكورونا، بعد دوت بدانا نشوف حالات بريكاردايتس كتير جدا. فالبريكاردايتس كتر عن الاول كتير خالص بسبب الكورونا، زي ما قلت لك ان هو بوست انفكشن، ما هو الكورونا دي فيروس، فبوست فايرال حصل معاها بريكاردايتس. طيب العيان ده بيجي لي بايه؟ بيجي يقول لي يا دكتور انا عندي بين، البين ده بيبقى وصفه ايه؟ خلي بالك احنا هنفصل الشيست بين وهنفرق بينهم من بعضهم بوصف البين، كلهم بيقولوا انا عندي بين، بس ايه وصف البين؟ البين دوت بيبقى ريتروسترنال، بيبقى ورس اونلاينج فلات، يعني العيان ده لو رجع ورا يلاقي البين بتاعه يزيد. تمام، العيان ده بيريفيلد باي لينينج فورورد، العيان ده لو طلع لقدام بيحصل عنده ريفيلد، البين بيخف شويه. ليه؟ لان هو لما بيطلع لقدام بيبعد شويه الهارت بتاعه عن البريكارديوم، بيفصلهم شويه عن بعض، بيديهم سبيس كده فبيبعدهم عن بعض، فتلاقي العيان ده ارتاح شويه. طب انا لو جيت اعمل اكزامينيشن للشخص ده هلاقي ايه؟ انت ممكن تدخل على العيان دوت، او انا شفتها بعيني، دخلت عليه مره لقيته قاعد في البريير بوزيشن، قاعد ليننج فورورد، ده عشان يقلل البين، كمحاوله منه انه يقلل البين، فبتلاقيه قاعد في البريير بوزيشن دوت. اجي اسمعه بتسمع عندك بريكارديال رب، حاجه زي الخرفشه، عارف يعني طبقتين كيس كده اما تاخدهم على بعض وتحركهم اهو الرب ده انت بتسمعه بيبقى واضح قوي، فالبريكارديال رب بتسمعه. طب هل العيان ده عامل له اي انفستيجيشن؟ العيان ده مش محتاج اي انفستيجيشن، ده بيتشخص كلينيكال. هيجي لي عيان يقول لي يا دكتور انا عندي وجع، الوجع دوت في صدري بيزيد كل ما ارجع لورا وبيقل لما ارجع لقدام. طيب هساله كان عندك انفكشن، كان عندك برد من فتره، طب حصل الراديشن، طب كان عندك ام اي، طب في يوريميا، طب في كولاجين ديزيز او حاجه. لا، وفي الاغلب بيبقى ايديوباثيك، الموست كومن كوز ايديوباثيك. تمام، طيب ماشي، انا مش محتاج اي انفستيجيشن اعمله. تمام، بس لو عملنا اي سي جي ممكن نلاقي الكرايتيريا بتاعه البريكارديتس، ومش شرط ان انا الاقيها دايما. ايه الكرايتيريا اللي بلاقيها في الاي سي جي؟ ابص في الاي سي جي بلاقي فيه اس تي سيجمنت اليفيشن في كل الليدز، كل الليدز فيها اس تي سيجمنت اليفيشن، ده حاجه. الحاجه الثانيه بلاقي بي ار ويف ديبريشن في كل الليدز، يعني برضو كل الليدز فيها بي ار ديبريشن، بلاقي البي ار انترفال ده فيه ديبريشن. تمام، وببص على الاي في ار الاقي فيها اس تي سيجمنت ديبريشن وبي ار اليفيشن. كوني الاقي ان في بي ار اليفيشن واس تي سيجمنت ديبريشن في اي في ار، والاقيها في اس تي سيجمنت اليفيشن في كل الليدز، ده كرايتيريا من الحاجات اللي بشخص بيها البريكارديتس في الاي سي جي. يبقى عندي حاجتين عكس بعض، ان الاقي اس تي سيجمنت اليفيشن وبي ار ديبريشن في كل الليدز، الحاجه اللي عكسها في الاي في ار ان الاقي اس تي سيجمنت ديبريشن وبي ار اليفيشن. تمام، الايكو ممكن اعمل ايكو والاقي ككومبليكيشن من البريكارديتس ان يحصل حاجه اسمها بريكارديال افيوجن، بيحصل بريكارديال افيوجن ككومبليكيشن من البريكارديتس. طب العيان ده هيعالجه بايه؟ العيان ده ممكن ادي له اسبرين سيمتوماتيك، بقى ادي له اسبرين، ادي له ايبوبروفين، ادي له كولشيسين، اي حاجه سيمتوماتيك عشان تريحه شويه. تمام، طيب كده خلصنا البريكارديتس، ندخل على الحاجه اللي بعدها اسمها مايوكارديتس. المايوكارديتس برضو في حاجات ريسك فاكتور بتعملها، حاجه زي الانفكشن زي الفيرال برضو والبكتيريا، حاجه انفلاميشن اول اوفر ذا بودي زي الاوتو اميون اللي قلناها فوق اللي هي الكولاجين ديزيز. طيب الشخص ده بيحتاج ايه؟ بيحس بايه؟ الشخص ده المايوكارديوم نفسها هي اللي فيها البين، فبيجي يقول لك يا دكتور انا عندي سكويزنج بين، عندي عصره في صدري، صدري بيتعصر يا دكتور، او عندي بين تايتنس، انا حاسس بخنقه يا دكتور. تمام، الخنقه دي بقى ما بتجيش اثناء الاكزيرشن، ده دي على طول مستمره معاه في الريست والاكزيرشن، ملهاش علاقه بالبوزيشن بتاعه، يعني مش هيقول لك لما اجي انام على ظهري بتزيد ولما اطلع لقدام بتقل، لا ده بريزنت في الريست وفي الاكزيرشن وتايتنس وسيفير سكويزنج. طيب الشخص ده لما اجي افحصه هلاقي ايه؟ مش هلاقي اي حاجه باينه عليه خالص، مفيش اي سبيسيفيك ساين بتبان عليه. طب اعمل له انفستيجيشن؟ بص بقى، من اخطر الحاجات ومن اصعب الحاجات اللي ممكن تواجه اي دكتور كارديولوجي هي حاله مايوكارديتس. ليه بقى؟ لان الحاله ديت عشان اعمل لها جولد ستاندرد لازم ابين ان في انفلاميشن في المايوكارديوم. طب انا هوصل ازاي للمايوكارديوم؟ ان انا اخد منها بايوبسي. فالحاجه الوحيده الجولد ستاندرد ان انا اعمل دايجنوستس للمايوكارديتس ان انا اعمل اندومايوكارديال بايوبسي، وده حاجه طبعا ريفيوزد جدا في مجتمعنا، مش هتيجي تقول للشخص والنبي هات لي هاخد معلش عينه من القلب بتاعك، طبعا مش هيوافق. فالاندومايوكارديال بايوبسي هي الجولد ستاندرد. تمام، في احيانا بعمل كاردياك ماركرز والاقيها اليفيتد. ليه بقى الكاردياك ماركرز اليفيتد؟ الكاردياك ماركرز اللي انا بعملها دي عباره عن حاجات جوه السيلز بتاعه الكاردياك ماسلز، لما الكاردياك ماسلز دي بيحصل فيها انجري وتبدا تموت وتطلع اللي جواها، بلاقي الكاردياك ماسلز بدا الماركرز اسفه بدا يحصل فيها اليفيشن لانها بدات تطلع من جوه الكاردياك سيل، فلاقيها بدات تبقى اليفيتد.
تمام. فالكاردياك ماركرز ممكن الاقيها الفيتد، اجي ممكن اعمل كاردياك ام ار اي، ممكن اعمل كاردياك ام ار اي، بس زي ما قلت لك الجولد ستاندرد عندي ان انا اخد بايوبسي، ودي حاجه صعبه جدا. والمايكارديتس في الاغلب بتبقى حاله عياده، ما هياش حاله طوارئ، بس لازم ابقى حاططها في دماغي. طيب ايه التريتمنت عندي؟ التريتمنت عندي والله لو فايرال مايكارديتس بتروح لوحدها، بيحصل لها يعني العيان بيحصل له ريزولفنج لوحده. ممكن ادي العيان ده ايه؟ ممكن ادي له اس، ممكن اديله بيتا بلوكر، ممكن اديله كورتيكوستيرويدز، ممكن اديله دايوريتكس، ممكن اعمل له انترا اورتيك بالون بامب، ممكن اعمل له هارت ترانسبلانتيشن. طبعا دي كلها حاجات يعني صعبه جدا، فعشان كده المايكارديتس حاجه من الحاجات البايخه اللي تقابل حد فينا، بس لازم تبقى في دماغي. تمام، هي حاله عياده ما هياش حاله طوارئ، بس لازم ابقى واخد في بالي انها ممكن تكون موجوده. واغلب وسبحان الله من رحمه ربنا يعني ان اغلب كوز ليها انها بتبقى انفكشن وبوست فايرال وبتروح لوحدها ريزولفنج لوحدها. تمام، قلنا ايه اللي بيميزها البين ده بتاعها؟ ان البين بتاعها موجود في الريست وفي الاكزرشن، وبيبقى عباره عن سكويزنج او تايتنس. طيب في عندي حاجه بعد كده قلنا عليها الاورتيك ستينوزس. الاورتيك ستينوزس هو عباره عن ضيق في الصمام الاورطه، فلما يحصل الصمام الاورطه ده بيبدا يحصل عندي ديكريس في الكاردياك اوت بوت، فلما الكاردياك اوت بوت بتاعي يقل يبدا البلاد سبلاي يقل في كل حته في جسمي. من ضمن الحاجات اللي محتاجه بلاد سبلاي الهارت، فلما الهارت البلاد سبلاي بتاعه يقل يبدا يعاني من شيست بين، يبدا يحصل البين. تمام، يبدا يحصل التايتنس. لما البرين البلاد سبلاي بتاعه يقل يبدا الشخص ده يحس انه ديزنس وعافنتنج. ممكن لما يقلل البادي كله يبدا الشخص دوت يعاني من كرونيك فاتيج. وخلي بالك حتى ايفن لو الاورتيك ستينوزس دوت، لو الاورتيك ستينوزس سيفير ممكن يظهر في الكبر. يعني انت ما تحطش في دماغك ان ده كونجينيتال والعيل هتولد بيه وهشخصه في عيل صغير، لا، ايفن حتى السيفير اورتيك ستينوزس ممكن يبان على الشخص الكبير في السن. فانت ما تتوقعش ان شخص كبير في السن جالك فتقول لا انا هعمل اكسكلوجن للاورتيك ستينوزس، اصل الاورتيك ستينوزس ده بيبان في العيال الصغيره. لا مش شرط، حتى السيفير اورتيك ستينوزس ممكن تبان في الناس الكبيره، في الناس الاضعف. تمام، العيان ده بيبقى قاعد مرتاح خالص والبلاد سبلاي مكفيه، اول ما يجي يعمل اكزرشن واول ما يجي يعمل اكسرسايز ويقول انا محتاج، وجسمه يقول انا محتاج بلاد سبلاي اكتر، يبدا ساعتها يحصل العجز ويبدا يبان عليه. فتلاقي الشخص ده يعاني من جست بين اثناء الاكزرشن، تلاقي البرين بتاعه مش واصل له بلاد سبلاي، تلاقيه مدروخ وممكن يحصل له فينتنج اتاك كمان. البادي نفسه بيعاني، فتلاقي الشخص ده عنده فاتيج وقال لك سبيشالي ويز اكتيفيتي. تمام، طيب انا اجي اعمل اكزامينيشن هلاقي الميرمر بتاع الاورتيك ستينوزس. الاورتيك ستينوزس بيبقى ميرمر اثناء الايجكشن. تمام، فده ايجكشن سيستوليك ميرمر، بيبقى فين بالظبط؟ ميد سيستوليك او هولو سيستوليك ايجكشن ميرمر. طيب ماشي، بسمعه فين؟ بسمعه عند السكند رايت سبيس اللي هو مكان الاورطه. طيب انا لو جيت اعمل انفستيجيشن احسن حاجه تشخص الاورتيك ستينوزس هي الايكو. تمام، فده شخص بيجي لي هشخصه بايه؟ هعمل له هاكسكلود الاذر كوزز كلها، وهيقول ان هو بيجي له بين مع الاكزرشن. خلاص يبقى انت تعالى نعمل لك ايكو نطمن عليك، الاس جي بتاعك نورمال، تعالى اما نعمل ايكو نطمن عليك. نعمل الايكو نلاقي الاورتيك ستينوزس، فخلاص ده يتابع معانا في العياده، ما هوش حاله طوارئ برضه. طيب التريتمنت بتاعه ايه؟ اكيد بعمل له ايه؟ اول حاجه بدي له ريست، ده حاجه. الحاجه الثانيه بعمل تريتمنت للكوز. ايه الكوز بتاعي؟ الكوز بتاعي فيه اورتيك ستينوزس، بعمل له ايه؟ بعمل له سيرجري او كاسيتر. في عندي نوعين من الـ من الـ من الكاسيتر، حاجه اسمها تافي وحاجه اسمها تي اي بي او. التافي دي عباره عن ترانس كاسيتر اورتيك فالف امبلانتيشن، بيدخلوا بقسطره من تحت كده ويوصلوا لحد الاورتيك فالف، والاورتيك فالف يروحوا جايبين فالف جديد قصين دوت ويجيبوا فالف جديد ويقوموا حاطينه ويعملوا امبلانتيشن. وفي حاجه اسمها ترانس كاسيتر اورتيك فالف ريبليسمنت، بيعملوا ريبليسمنت الاورتيك فالف شبهها بقى. في حد ممكن يعملها قلب مفتوح يقول لك انا ما معيش تكاليف التافي والتي اي بي ار، فبيعملها سيرجري. السيرجري عباره عن سيرجيكال اورتيك فالف ريبليسمنت، بيدخل بقى بقلب مفتوح. فين الصوره؟ بيدخل بقلب مفتوح، بيدخل بقلب مفتوح هنا، يعمل القلب مفتوح ويدخل لحد ما يوصل للاورتيك فالف ويشيله ويحط الفالف الجديد. تمام، فممكن اعملها سيرجري، ممكن اعملها قسطره. تمام، فده الكوزس بتاعه او ده الاورتيك ستينوزس. تمام، دي مش حاله زي ما قلت لكم طوارئ، اللي هيجيب الطوارئ ان هو عنده شيست بين وذ اكزيشن، وانس ان عمل له ريست خلاص البين بيروح من عنده، وبعمل له اس جي بلاقيه نورمال. تمام، بعمل له ايكو واقول له تابع بقى معانا في العياده. طيب حالات التاكي اريزميا، التاكي اريزميا نفس المشكله بتاعه الاورتيك ستينوزس. التاكي اريزميا اللي بيحصل فيها ان الهارت ريت بيزيد قوي، فلما الهارت ريت بيزيد قوي انا عندي فيه سيستوليك تايم ودايستوليك تايم. فلما الهارت ريت بيزيد انا باجي على ايه؟ باجي على وقت الدايستول. السيستول هيدنه زي ما هو الوقت بتاعه فيكسد، انما المشكله انا باجي على وقت ايه؟ باجي على وقت الدايستول. فلما باجي على وقت الدايستول، وقت الدايستول بيقل، فالقلب ما يقدرش يملى بسرعه، ما يلحقش يملى، فيجي القلب ما يلحقش يملى، وبالتالي لما يجي يفضي مش هيبقى مليان، هيفضي ايه؟ مش هيفضي بلاد سبلاي كفايه، فيبدا
الجسم يعاني من نقص البلاد سبلاي، نفس قصه الاورتيك ستينوز. فتلاقي الشخص ده بيعاني من شيست بين لنفس السبب، ديكريز البلاد سبلاي، وتلاقي نفس الكرايتيريا بتاع ديكريز الكاردياك اوتبوت عندك، تلاقي الشخص ده عنده ديزنس وفينتنج وشيست بين وتايتنس وعنده بادي فاتيك. تمام. بس خد بالك من حاجه، ان المين سيمتومز عندك هنا هيجي يقول لك الشخص انا عندي بالبيتيشن، يعني الشخص ده بيقول لك يا دكتور انا حاسس بضربات قلب سريعه، انا حاسس قلبي هيخرج من مكاني. تمام. وتلاقي معاها الشيست بين، انما الشخص ده مش هيبقى داخل لك كده وش يقول لك انا عندي شيست بين، لا ده تلاقي عنده بالبيتيشن وعامله له وجع في صدره. تمام. فالمين سيمتوم عندك هنا هتلاقيها البالبيتيشن مع الشيست بين. تمام. فالشيست بين هنا موجود مع البالبيتيشن، احنا حطيناها في الديفرنشال دايجنوستس لانها كوز بيعمل شيست بين، بس المين سيمتوم هنا هتلاقي العيان بيقول لك انا عندي بالبيتيشن يا دكتور. طيب العيان ده لما افحصه الاقي ايه؟ هلاقي العيان تاكي كارديك، بحط ايدي على البلس بتاعه والاقي العيان تاكي كارديك، ابص على البلاد بريشر بتاعه ممكن الاقي البلاد بريشر بتاعه اليفيتد وممكن الاقيه مش اليفيتد. طب التريتمنت بتاعي، التريتمنت بتاعي بيختلف اكوردنج للتايب بتاع التاكي اريزميا، انا عندي انهي نوع من انواع التاكي اريزميا، ده حاجه. الحاجه الثانيه هيختلف بناء على العيان ده بتاعي هيمو دايناميكلي ستيبل ولا ان ستيبل، العيان ده ضغطه عامل ايه؟ ضغطه عالي ويستحمل ان انا اديله دي سي شوك ويرجع، ولا العيان بتاعي ضغطه مش كويس وممكن ما اسفه العيان ضغطه واقع فهديله تيزي شوك ويرجع، ولا العيان بتاعي ضغطه يستحمل وبالتالي اديله الحاجات اللي المفروض اديها له. طب المفروض اديله ايه؟ بص انا عندي انواع التاكي اريزمي، انا عندي التاكي اريزمي عندي عندي ساينس تاكي كارديا، الساينس تاكي كارديا عندي ده عباره عن هارت ريت بيبقى عالي شويه، بيبقى بسبب ستريس، بيبقى بسبب سايكولوجيكال، بيبقى بسبب ثايرويد. تمام. الساينس تاكي كارديا احسن حاجه ان انا اعالج الكوز بتاعها، ده حاجه. الحاجه الثانيه بيبقى عندي حاجه اسمها سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا، السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا شخص بيجي ضربات قلبه سريعه، الهارت ريت فوق ال 150، بعمل له اي سي جي بلاقي الصوره بتاعت السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا عندي. طيب الشخص ده بعمل له ايه؟ بنعمل كاروتيد مساج، ممكن يستجيب ليها وممكن ما يستجيبش. طيب جيت عملت كاروتيد مساج والعيان ما استجابش، بعمل الخطوه اللي بعدها بشوف هيمو دايناميكلي ستيبل ولا ان ستيبل. لو العيان بتاعي ان ستيبل بياخد الدي سي شوك، طب لو العيان بتاعي ستيبل ويقدر يستحمل بدي له حاجه اسمها فيرابامايد اللي هي الايزوبتين لو تسمعوا عنها، بنديه في الاستقبال عادي جدا، بندي العيان ده ايزوبتين. طيب افرض العيان بتاعي في تاك او بي اف، لا الفي تاك او البي اف سواء ستيبل او ان ستيبل الاثنين بياخدوا الدي سي شوك، فانت كده كده هتبص عندك على التايب بتاعك، لقيتها ساينس تاكي هتعالج الكوز وعادي، هتعدي اس بي تي هتعمل كاروتيد مساج وتبص العيان اتحسن خلاص، ما اتحسنش لا يا فندم هنعمل ايه؟ هنشوف ستيبل ولا ان ستيبل، لو ان ستيبل هياخد الدي سي شوك، لو ستيبل هعمل ايه؟ هديله الفيرابامايد او الايزوبتين. طيب العيان بتاعي عنده في تاك او في اف، لا ده هيتضيس على طول. تمام. فده التريتمنت عندي بيبقى حسب التاكي اريزمي، وزي ما قلت لك ده المين سيمتوم بتاعه البالبيتيشن، مش هيبقى جاي يقول لك بشيست بين، الشيست بين بيبقى الى جنب مع البالبيتيشن بسبب طبعا ديكريز الكاردياك اوتبوت. اهم حاجه والحاجه اللايف ثريتنينج واللي انا بتكلم على الشيست بين، واي حد بيشرح شيست بين بيشرح شيست بين عشانها، هي الاكيوت كورونري سندروم. ايه الاكيوت كورونري سندروم؟ ده مصطلح بيطلق على ثلاث حاجات مع بعض اللي هي الانستابل انجينا والستيم الاس تي سيجمنت اليفيشن ام اي والانستيم. طيب الريسك فاكتورز بتاعته ايه؟ اكتر ناس معرضين مين اللي بنجمعها في كلمه اسمها مينومك، مينومك اللي هو ايه؟ شيدز اوف دايابيتس ميليتس. تعالوا الاس اختصار سموكينج، الاتش الهايبرتنشن، الاي الايدج، لو العيان الاولد ايدجت بيبقى اكتر ريسك ان هو يجي له اكيد كورونري سندروم اكتر من العيان اليونج. طيب الدي الديسليبيديميا، العيان اللي عنده ديسليبيديميا بيبقى ريسكي اكتر من العيان اللي عنده نورمال. الاي الاركتايل ديسفانكشن، ليه الاركتايل ديسفانكشن؟ لان العيان طالما حصل له انجري في الفيزلز البريفرال اكيد برضو الكورونري فيها مشاكل، يعني طالما عنده مشكله في البريفرال بالسيشنز او في البريفرال سيركيوليشن اكيد عنده مشكله في البيزلز اللي هي راحه تعمل اريكشن، فتلاقي الشخص ده لو عنده اريكتايل ديسفانكشن ده بيزود الريسك شويه ان هو يكون يجي له اكيوت كورونري سندروم. ده حاجه. الاس اللي هي الاستروك، الاستروك ليه؟ لان العيان بتاعي زي ما قلت لك البيزلز بتاعته فيها مشاكل، فالبيزلز بتاعت البرين متاثره فتلاقي جاله استروك، البيزلز بتاعت الهارت متاثره فتلاقي العيان ده معرض للكورونري، فتلاقي البيزلز بتاعت البريفرال متاثره فتلاقي العيان دوت كل ما يمشي شويه يبدا يقول لك انا عندي بين بيجي لي في رجلي لما بمشي. تمام. عنده بريفرال ارتيريال ديزيز. تمام. تلاقي الارترز والبيزلز اللي راحه للمسؤوله عن عمليه الاركشن تلاقي فيها مشكله، فتلاقي الشخص ده دايما بيعاني من اريكتايل ديسفانكشن. تمام. ده حاجه. الحاجه الثانيه الاو والاف الاوبيزيتي، الناس الاوبيز معرضين اكتر من غيرهم كتير جدا ان هم يجي لهم اكيوت كورونري سندروم. الفاميلي هيستوري، الفاميلي هيستوري ده لازم توضحه للعيان، المقصود بكلمه الفاميلي هيستوري يكون حد ريلاتيف ليك، ما يجيش واحد اقول له في حد جالك قبل كده جلطه في القلب يقول لي اه جوزي، طب ما جوزك مش قريبك يعني، ما هو مش من الفاميلي هيستوري. تمام. ده اه صاحبتي جارتي، ده مش فاميلي هيستوري. لازم تفهم العيان فاميلي هيستوري حد من قرايبك، وقرايب درجه اولى درجه ثانيه.
تمام، ما تقوليليش بقى ما اعرفش جوز بنت خالة ابن عمتي جرى له كده يعني، لا الفاميلي هيستوري بتاعي لازم يكون مظبوط، حد فيرست ديجري تمام. الدايبيتس، الدايبيتس ريسك لوحده ان الشخص دوت يجي له اكيوت كورونري سندروم. الدايبيتس من الحاجات المؤذيه جدا للبيزنس، ويبدا يعمل انري في البيزنس، فتلاقي الشخص ده عنده اثيروسكليروزس، وتلاقي الشخص ده دايما دايما معرض للاكيوت كورونري سندروم اكتر من غيره. فالشخص الدايبيتك بيبقى هاي ريسكي للاكيوت كورونري سندروم. طيب السيمتومز ده بقى، الشخص ده بيجي يعاني من ايه او يشتكي من ايه؟ بيقول لي انا عندي شيست بين يا دكتور، بدا بقاله دقائق او ساعات، البن ده مكانه فين يا عم الحاج؟ يقوم يشاور لك على الاسترنال بتاعته، على الميد لاين، يقول لك صاب استرنال هنا يا دكتور. طب بيسمع في حته يا عم الحاج؟ يقول لك اه، بيسمع في ايدي الشمال، بيسمع في كتفي الشمال، بيسمع في ظهري من ورا، بيسمع في الجو، بيسمع في الفك السفلي بتاعه، تمام. طيب اقول له طب زاد بايه؟ يقول لي يا دكتور انا كنت متنرفز، انا كنت بزعق، انكريز باي ستريس، بالهيفي ميل، بالسكشوال اكت، اي حاجه، ايفن حتى بالكولد ويزر، يعني الكولد ويزر يزوده، تمام. طيب الوجع ده يا عم الحاج عامل ازاي او شكله ازاي؟ يقول لي كومبريسنج. يعني ايه كومبريسنج؟ هجيبها لكم عشان خاطر اترجمها لكم. كومبريسنج يعني ايه كومبريسنج يا دكتور؟ يعني تقل. طيب بيرنينج يعني ايه بيرنينج؟ يعني حرقان. حاسس بسكويزنج، سكويزنج يعني عصره في صدري. حاسس بتايتنس، تايتنس يعني كتمه في صدري. ستابنج يعني في سكاكين في صدري يا دكتور. ممكن يقول لك في سحبه في صدري يا دكتور، تمام. فده النكشر بتاعه اللي هو ايه؟ يقول لي في تقل، في حرقان، في عصره في صدري، في كتمه في صدري، في سكاكين، في سحبه في صدري. العيان بيقول لك زي ما يكون انا حاسس ان انا بموت يا دكتور، تمام. بيبقى اسوشيشن معاه نوزيا فوميتنج وسويتنج. ليه الكلام دوت؟ لان من السيفير بين بيبدا يعمل ستيميوليشن للسمساتيك، فتلاقي الشخص ده عنده نوزيا فوميتنج وسويتنج، تمام. خلي بالك ان كان في دايما الدكتور شيرين الطوف يقول كلمه، يقول لك الاسكيميك هارت ديزيز كان بريزنت باي اني ثينج فروم اس تو اس. ايه فروم اس تو اس؟ فروم سايلنت تو سادن كارديك ديس. يعني انت ما تستناش ان الشخص ده ممكن يجي لك سايلنت، ممكن اه يجي سايلنت، ممكن يجي لي تيبيكال، اه ممكن يجي لي تيبيكال، ممكن يجي لي بكارديك ديس، ودي شفناها. ياما ناس وصلت للاستقبال بالشيست بين ده ضايق، وياما كان ما عندناش اماكن في المستشفى عندنا وحولنا حالات والحالات ضايت في الطريق. فالشخص بتاع الاسكيميك هارت ديزيز ممكن يضايق عادي جدا، ممكن يكون فيرست برزنتيشن بتاعه ان هو جاي له اكستنسيف ام اي ويكون واصل لنا ضايق. اه فالاسكيميك هارت ديزيز ممكن يجي فروم اس تو اس، خد سايلنس تو سادن كارديا ديس، تمام. التيبيكال شيست بين دي مصطلح بنسمعه كتير جدا في المرور. ايه التيبيكال شيست بين؟ المقصود بيها ان ده ريتروسترنال بين بيزيد بالاكزرشن والستريس والهيفي ميل وبيريليف ذا باي ريست ونايترو، تمام. فده معنى التيبيكال شيست بين، ده بيعني الثلاث حاجات دول مع بعض. طب يا دكاتره، طب ما انا قلت فروم يعني كان بي سايلنت تو كاردياك ديس، طب هل ممكن يبقى سايلنت؟ اه. امتى يبقى الاكيوت كورونري سندروم سايلنت؟ انا الاول المفروض اعرف، او بلس انا الاول المفروض اعرف ايه سبب البين عندي. هو البين بيحصل من ايه؟ اللي بيحصل عندي من البين ان البلاد سبلاي بيديكريز، ده عندي البلاد سبلاي بيقل اللي رايح للكاردياك ماسل. فلما البلاد سبلاي يقل يبدا الشخص ده يعمل ايه؟ يبدا يحصل انيروبيك، يبدا يتنفس انيروبيك لان مفيش اكسجين، مفيش بلاد سبلاي وبالتالي مفيش اكسجين، فيبدا يحصل انيروبيك ميتابوليزم. فيبدا الشخص دوت كنتيجه للانيروبيك ميتابوليزم يبدا يطلع لاكتيك اسيد. فاللاكتيك اسيد دوت بيبدا يعمل ستيميوليشن للنيرفس، للنيرف اندنج اللي موجوده في الهارت. فلما يبدا يعمل لها ستيميوليشن بيعمل البين اللي احنا بنحس بيه. طيب امتى الشخص دوت ما يحسش ببين؟ لو النيرف ده فيه مشكله. امتى النيرف يبقى فيه مشكله؟ الناس اللي عندها اتونوميك نيروباسي واشهرهم وعلى راسهم الناس الدايابيتك. الناس الدايابيتك في الاول بيبقى يجي لك يقول لك انا عندي شكشكه وتنميل وخدلان، بعد كده شكشكه وتنميل، بعد كده يقول لك خدلان، بعد كده يقول لك انا مش حاسس برجلي، تمام، مش حاسس باطرافي كلها. اهو من ضمن الحاجات اللي ما هو ما بيحسش بيها وبيحصل عنده اتونوميك نيروباسي بيها الهارت. فيبدا لو حصل ام اي، في حاجه اسمها سايلنت ام اي، ان الام اي تحصل سايلنت والعيان ما يحسش بيها ويتضايق. زي ايه؟ زي الناس الدايابيتك. ممكن تبقى بلس في حاجه تانية، اه لو انا عامل هارت ترانسبلانتيشن. الناس اللي بيعمل لهم هارت ترانسبلانتيشن الناس دول بيقطعوا النيرفات اللي بتروح للهارت عشان اعمل هارت ترانسبلانتيشن، فالشخص ده النيرفات بتاعته متقطعه فاصلا مش هيحس. ده حاجه. الحاجه الثالثه، الناس اللي ممكن بتبقى على ترابيزه الاناسيزيا، الناس اللي نايمه، الناس اللي على في العمليات واخده اناسيزيا، الناس دي مش بتحس. هو انا ليه الشخص اللي نايم في واخد اناسيزيا وعلى ترابيزه العمليات ببقى موصلاه بمونيتور وحاطه له شيست ليدز؟ ما انا عشان عيني تبقى على المونيتور، لان الشخص ده ممكن يدخل في ام اي وانا قاعد ومش حاسس بيه ومش سامعه ومش هيقول اي لانه واخد اناسيزيا ونايم ومش هيقول اي. الشخص دوت انا ببقى موصله عشان كده، موصله عليه الشيست ليدز عشان اشوف ايه اللي بيحصل له. لو حصل له ممكن اه وارد جدا يحصل ام اي اثناء ما يبقى الشخص ده بيتعمل له عمليه، وانا شفت شخصين واحده حصل لها ام اي وهي بتولد، تمام. فعشان كده دي اهميه ان انا ابقى موصل الشيست ليدز، لازم الشيست ليدز ابقى موصله.
بحيث لو حصل للعيان ده اي حاجه ولقيت في عندي تشنجز في الاي سي جي على المونيتور الحق بسرعه العيان بتاعي. تمام. طيب انا ده شكل البن اللي العيان بيجي لي بيه، هاجي افحص العيان دوت. العيان دوت بفحصه، الحاجه الوحيده اللي ممكن الاحظها عندي هنا ان انا ابقى عامل اسمع اوسكلتيشن. احيانا لما يحصل ام اي والبلاد سبلاي يتقطع او يتمنع خالص ويحصل الام اي عندي، احيانا يحصل مايترال ريجكشن. تمام. الكورده تنديني اللي ماسكه في المايترال فالف تموت. تمام. فيحصل عندي مايترال ريجكشن، فالحاجه اللي ممكن اسمعها هنا المايترال ريجكشن، فاسمع المرمر بتاعه ده حاجه. الحاجه الثانيه ممكن اسمع احط السماعه بتاعتي واسمع بيزل كريبيتيشنز على النار. تمام. فانا الحاجه الوحيده اللي ممكن اعملها في الاكزامينشن بتاع الشخص ده ان انا اعمل اسكالتيشن بس. ممكن بقى اقعد، طبعا الفيتاله دي اساسيه في اي حاله تدخل لي، اشوف البلاد بريشر بتاعه، اشوف البلسيشن بتاعته، اشوف كل حاجه. تمام. بس كاكزامينشن مش هلاقي حاجه قصاد غير الاسكالتيشن. ايه الحاجه اللي بيعول عليها في الشست بين او الاكيوت كورونري سندروم؟ ان انا بعمل ثلاث حاجات مع بعض، البين بتاع العيان والاي سي جي والكاردياك ماركرز. فانا اهم حاجه بعملها عندي هي الاي سي جي. الاي سي جي للناس دي انا قلت لكم اكيد كورنري سندروم عندي حاجه من ثلاثه، يا اما انستيبل انجينا، يا اما انستيمي، يا اما ستيمي. طيب الانستيبل انجينا الناس دي في الاي سي جي ايه اللي بيحصل فيها؟ الاول لازم تعرف ان الانستيبل انجينا ده عباره عن شخص عنده ضيق في الشريان، الشريان بتاعه حصل فيه اثيروسكليروسس فالشريان بقى ضيق فالبلاد سبلاي بقى قليل. فالشخص دوت لما يجي يعمل اكزورشن يبدا يجي له شيست بين اكتر من ثلث ساعه، لما يريح يبدا الشيست بين بتاعه يروح شويه. تمام. فالشخص ده الاي سي جي بتاعه بلاقيه نورمال. تمام. وممكن الاقي فيه اس تي سيجمنت ديبريشن، ممكن الاقي تي ويف انفرجن. طيب الانستيمي، الانستيمي ده عباره عن جلطه غير مكتمله في الشريان، يبدا الشريان ده يتكون فيه جلطه ويبدا يحصل فيها فيشرنج فتبقى جلطه غير مكتمله. فالفيشرنج اللي بيحصل في الجلطه دوت بيبدا هو اللي يعمل لي البين، فبلاقي الشخص ده نورمال او ممكن الاقي اس تي سيجمنت ديبريشن او ممكن الاقي تي ويف انفرجن. طب هفرق ده عن ده ازاي؟ لسه هنقول تحت، ما انا قلت لك الكاردياك ماركرز معايا. طيب الاستيمي، الاستيمي لا دي جلطه مكتمله، حصل موت في خلايا القلب، حصل بنسميها احتشاء بطني، خلاص حصل موت في خلايا القلب، الجلطه اتكونت كامله في الشريان والبلاد سبلاي اتمنع تماما، فبلاقي الشخص ده عنده اس تي سيجمنت اليفيشن. بس خد بالك من حاجه، انا في البريكاردايتس قلت لك اس تي سيجمنت اليفيشن في كل الليدز، هنا الاستيمي بيبقى فيها اس تي سيجمنت اليفيشن بنقول عليها توبوجرافيك. توبوجرافيك يعني ايه؟ يعني بتتبع نمط معين، ليها طريقه بتتبعها، بتتبعها على حسب ايه؟ على حسب البلاد سبلاي. بص بقى البلاد سبلاي اللي عندي، ادي عندي الرايت كورونري ارتري وعندي الليفت مين كورونري ارتري. الليفت مين كورونري ارتري بينقسم لحاجتين، الليفت انتيرور ديسندنج اللي بنقول عليه اللات، وبينقسم لحاجه اسمها الليفت سيركمفلكس. الرايت كورونري ارتري هنا بينزل عندي هنا ويبدا يديني حاجه اسمها الارتري مارجيناليز او الرايت كورونري ارتري مارجيناليز. تمام. من الحاجات المهمه والبوستيرور طبعا ديسندنج ارتري، يلف تحته يديني البوستيرور ديسندنج ارتري. تمام. البلاد سبلاي كل حاجه من دي بتغذي حته، الشريان اكيد مش هيتقفل كله، هيتقفل حته منه، لما حته تتقفل هتموت لي الحته اللي هي المفروض بتغذيها. يعني الليفت سيركم فليكس مثلا اتقفل هيموت الحته اللي هو بيغذيها اللي هي الحته دي، الليفت انتيرور ديسندنج اتقفل هيموت الحته اللي هو بيغذيها. دي بعرفها بالاي سي جي لانها بتبقى توبوجرافيك. ازاي؟ لو انا فرضا مثلا حصل عندي مشكله في الليفت سيركم فليكس، ايه اللي هيموت عندي؟ اللاترال. طب ايه اللي بيبص عندي على اللاترال في الليدز؟ اللي بيبص عندي على اللاترال في الليدز عندي واحد واي بي ال وبي 5 و6. فهبص هنا مثلا عندي في اللاترال هلاقي بي 1 و2 واي بي ال وبي 5 وبي 6، ده اللاترال. طيب هبص عندي هنا مثلا على الانفيريور، اللاد اتقفل هيعمل له انفيريور، ايه اللي هيبص عندي على الانفيريور؟ 2 واي بي اف و3. ابص عندي على الانفيريور هلاقي 2 واي بي اف و3. طيب ابص عندي على الرايت كورونري هنا مثلا، ابص الاقي مثلا حصل عندي هنا اتقفل. تمام. ايه اللي هيحصل او خلينا هنا في السبتل. تمام. نبص هنا على السبتل، ايه اللي بيبص عندي على اللاد ده بيغذي السبتل. طب ايه اللي بيبص على السبتل؟ بي 1 و2. طيب عشان السبتل هلاقي بي 1 وبي 2 فيهم مشكله، اللاد اللي اتقفل. طيب لو الانتيريور اللي اتقفل، اللاد اتقفل كله من فوق. تمام. والانتيريور كله فيه ديفكت، هلاقي بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4. ببص على الانتيريور عندي هلاقي بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4. طيب لو ايه تاني كده؟ خلصنا اللاترال والانفيرور والسبتال والانتير، خلاص كده خلصنا. تمام. فانا مهم جدا عندي ان انا اعرف كل حاجه في الـ اس تي سيجمنت اليفيشن في انهي حته. يعني قلت لك لو انفيرور هتبقى 2 واي بي اف و3، لو سبتال هتبقى بي 1 وبي 2، لو انتيرور هتبقى بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4، لو لاترال هتبقى 1 واي بي ال وبي 5 وبي 6. تمام. طيب
عملنا الاي سي جي هنعمل حاجه اسمها كارديو انزايم. خد بالك من حاجه، في حاجه غلطه شنيعه بشوفها في الاستقبال، ان يجي للشخص بكلينيكال شيست بين ويبقى كاردياك بين، واتاكد ان هو اكيد كورونري سندروم، واعمل له اي سي جي الاقي الاي سي جي بتاعه فيه ستيم، تمام، الاقي الناس طالبه له كاردياك انزايمز. طب انت طالب كاردياك انزايمز ليه؟ الكاردياك انزايمز اطلبها لو في حاله انا عندي الاي سي جي بتاعي طلع نورمال والعيان في بين، فساعتها يبقى الفيصل بيني وبينك الكاردياك انزايمز. لكن ما يبقاش العيان بتاعي جاي لي بالشيست بين، تيبيكال شيست بين، والاقي العيان بتاعي الاي سي جي بتاعه فيه الستيم باينه وظاهره، وحضرتك مستنيه وقعده ساعتين جنب منك مستني الكاردياك انزايمز. لا يعني انا شفتها كذا مره الموضوع ده. لا الصح طالما انت عندك الشيست بين واضح، التيبيكال شيست بين، وعندك العيان اي سي جي في ستيمي باينه قصادك، او في ان سي اس تي سيجمنت اليفيشن، او في انستيبل انجينا، خلاص ما تستناش الكاردياك انزايمز بتاعتك بقى. انت ليه تقعد العيان جنبك ساعتين؟ احجزه. ايه الكاردياك انزايمز اللي بنستخدمها؟ في عندي تروبولين اي، في عندي تروبولين تي، وفي عندي سي كي ام بي. كان في حاجات كتيره مكتوبه في الكتب زي ال دي اتش والمايوجلوبين والكلام دوت. احنا اللي بنستخدمه اكشولي التروبولين اي والتروبولين والسي كي ام بي. التروبولين في منه نوعين، التروبولين اي والتروبولين كي تي. التروبولين اي ده مور سنسيتيف زان التروبولين تي، تمام. احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم التروبولين تي وبنستخدم السي كي ام بي. هنبص هنا، لو بصينا هنا على التروبولين اللي هو باللون الاحمر دوت، بنلاقيه بيطلع بعد ساعتين، بيوصل البيك بتاعته بعد 24 ساعة 48 ساعة ويختفي بعد 10 ايام. لو بصينا اول حاجة بتطلع هي المايوجلوبين، بس قلت لكم المايوجلوبين مش متوفر عندنا. السي كي الكرياتينين كاينيز بيطلع برضو بعد ساعتين، بيبدا يوصل البيك بتاعه بعد 6 ساعات، ويبدا يحصل له يروح من السيركيوليشن بعد 5 ايام، تمام. فدي الكاردياك انزايمز اللي انا بستخدمها. في عندي ايه تاني ممكن استخدم؟ ايكو لما العيان بعد ما يتحجز بقى، ممكن اعمل له ايكو اشوف الاجكشن فراكشن بتاعه، اشوف الكوز ممكن يكون حصل له اسكيميك كارد ديزيز، اشوف الكوز عندي يكون فيه ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، اشوف الام ار، اشوف بقى الكوزس والكومبليكيشن، بس ده بعد ما العيان يتحجز. طب التريتمنت بتاعي قبل ما ابدا تريتمنت العيان بتاعي، اول حاجه ما تنساش تساله عن حاجتين، تساله عن البليدنج ايبيسود والسندنافيل. ليه بليدنج ايبيسود؟ العيان دوت انا هعمل له ايه؟ العيان دوت انا لو دخلته بي سي اي خلاص، لو ما دخلتوش بي سي اي، قبل ما ادخله البي سي اي انا بعمل حاجه اسمها بلود العيان. بلود العيان يعني بديله اربع اقراص اسبوسيت، بديله اربع اقراص بلافكس، بديله قرصين اطول. طب انت عندك لو عيان عنده بليدنج ايبيسودز، لو عيان نزف الصبحيه، او عيان عنده هيماتيمسيس او ملينا، وخد بالك اي بليدنج ايبيسود يعني هيماتيمسيس ملينا، مثلا بليدنج بالريكتم، هيموكسيس، ايبيستاكسيس، مثلا انتراكرينال هيموريدج، فاجينال بليدنج، تمام، اي نوع من انواع البليدنج ايبيسودز، خد بالك مهم جدا، لان انا هعمل حاجه هلوده. يعني ايه كلمه هلوده؟ هدي له اربعه اسبرين، وادي له اربعه بلافكس، وادي له اثنين اطول. طب انت هتدي له اسبرين وبلافكس وهو الراجل ده عنده بليدنج ايبيسود، يبقى حرام عليك لما تدي له اسبرين وبلافكس وهو عنده بليدنج ايبيسود. ده حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا ما عنديش بي سي اي في المكان المتوفر فيه، ما انا ما عنديش بي سي اي، هعمل ايه؟ هبدا ادي له ثرومبوليتيك ثيرابي. الثرومبوليتيك ثيرابي كونترا انديكيتد، ليه ريليتيف كونترا انديكيشن وليه ابسولوت كونترا انديكيشن. من ضمنها ان انا يبقى عندي بليدنج دلوقتي ايبيسود، يبقى العيان دوت مرجع دم الصبح، واجي انا ادي له ثرومبوليتيك ثيرابي، يبقى انا هموت العيان. ودي شفنا مره عيان مات من السيفير ميلينا بسبب ان هو خد ثرومبوليتيك ثيرابي وهو جاي باكيوت كورونري سندروم، كان جاي بستمي والعيان ده عنده ميلينا ومحدش ساله السؤال دوت، العيان خد الثرومبوليتيك ثيرابي من هنا، الميلينا بهدلت الترابيزه من هنا، والعيان ضايق من هنا، تمام. فبسبب سؤال بسيط، انت يا حاج بتنزف من اي مكان، يا حاج رجعت دم، يا حاج في براز اسود. خلي بالك ان الميلينا الناس ما بتبقاش واخده بالها ان ده نزيف، فانت تساله طب عملت براز اسود، طب حصل نزفت من الشرج، طب حصل في مثلا كحيت دم، طب مناخيرك نزلت دم، طب رجعت دم، طب في نزيف في المخ، طيب لو واحده ست تسالها في نزيف نسا عليكي. فمهم جدا تسال العيان على الحاجات دي. ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي لازم اسال العيان عليها سيلدنافيل. ليه؟ السندنافين ده عباره عن فوسفودايستريز انزيم انهبيتور، بيزود السايكليك اي ام بي، وانا من ضمن الحاجات اللي بديها للعيان النيتريت، النيتريت بيزود السايكليك اي ام بي، فالاثنين مع بعض بيعملوا سيفير هايبوتنشن، فالعيان ده ممكن يدخل منك في سيفير هايبوتنشن، وممكن العيان يحصل شوك، ويبقى العيان شوك دي بسببك، تمام؟ السندنافين موجود في السوق زي الفياجرا طبعا، زي الاندجرا، زي الاريك، زي الاريكشن، زي الاكتاجور. وفي حاجه بدي زيه او يعني حاجه شبيهه بيه، حاجه اسمها التادلفيل. التادلفيل برضو زيه اللي هي، بس هي غاليه شويه، زي الاركتالز، زي مثلا السيبالافيل،
زي السلاز، الحاجات دي غالية شوية تمام، بس لازم نسأل العيان عنها. لو هو واخد سلدنافيل في آخر ال 24 ساعة المفروض ما ياخدش ثرومبوليتك سيرابي، لو هو واخد أو نيتروجليسرين يعني، لو هو واخد التادالافين المفروض ما ياخدش بعد 48 ساعة، إلا بعد 48 ساعة. وخد بالك من حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم أسألها العيان ده، ما تسألهوش إن فرونت أوف البيشنت، ما تسألهوش مع الريلاتيف، يعني ما يبقاش قاعد والعيلة كلها موجودة وقمت تسأله خدت سلدنافيل ولا لأ في آخر 48 ساعة. وما برضو ما يبقاش قصاد النيرس، يعني الحاجات دي حتى الكتب الجايد لاينز والكتب الكبيره والتكست دايما تقول لك الحاجات البرايفت دي اسال فيها العيان برايفت، ما تسالهوش لانه ممكن ينكر. يعني انا ممكن اسال عيان قصاد اهله، طب يا جماعه خدت سلدنافيل في اخر 24 ساعه؟ لا، ويبقى يكون واخد، فيبقى العيان دوت بعد كده يبقى كومبليكيتد مني، لان انا سالته قدام البيشنت قدام الريلاتيفز وقدام التمريض وقدام زمايلي وقدام الدكاتره وقدام الناس كلها. ده حاجه. الحاجه الثانيه كانت دي حصلت معايا انا شخصيا، كان في واحد جاي وزوجته اول ما دخلت قالت لي ان هو ارست، خد قرص واحد سلدنافيل وارستد عليه. فانا شخصيا رحت عملت ايه، عرفت نايبه البطن اللي اكبر مني، ورحت لنايبه الكارديولوجي كلمتها، وما اعرفش كلمت نايبه السموم قلت لها يكون واخد توكسيك دوز ولا حاجه، بس هي كان واخد حبايه واحده. لما الناس دي جت والست لاحظت ان الناس اتجمعت انقرت ساعتها، على الرغم ان هي داخله قايله لي ده واخد حبايه سلدنافيل واحده وارستد عليه، والشخص ده اشتغلنا عليه ورجع تمام، كان واخد حبات سلدنافيل. لما لقت الناس اتجمعت حواليها وبقى في تمريض والاوضه مليانه ناس وكان في بيشنت تانيين جوه كانت حاله بالمونري قديمه جنبهم والدنيا، لقت الدنيا زحمه انقرض. فخد بالك الحاجات دي اسال العيان بيها، يعني اساله كده ايه بينك وبينه برايفت تمام، اساله ومنتهى الشياكه، بص حضرتك يعني في حاجه مهمه لازم نعرفها وارجو ان حضرتك تساعدنا فيها عشان نقدر نساعدك. يقول ايه؟ نقول له حضرتك بتاخد منشطات؟ منشطات زي ايه؟ زي الفياجرا مثلا بتاخدها، زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها زي الايريك اريكشن بتاع اريكتاليز، الكلام ده بتاخده لو واخده في اقل من 24 ساعه لازم حضرتك تعرفني، او اقل من 48 ساعه حضرتك تعرفني عشان اتصرف، لان في ادويه ما ينفعش تتاخد معايا. فلازم اسال العيان بمنتهى الشياكه ويبقى برايفت بيني وبين العيان، لان العيان ممكن ينكر لو 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 لقى فيه الدنيا زحمه او كده يعني. ولازم نحترم خصوصيات المريض طبعا. فده حاجتين لازم ما انساش اسال عنهم، البليدنج ابيسودز والسلدنافيل. لازم اول حاجه اعمل ستابلايزيشن للبيشنت بتاعي، احطه على ماسك على ماسك اكسجين لو الساتوريشن بتاعه اقل من 90%، بعمل له سي سي يو ادمشن، بعمل له بي سي اي او احوله البي سي اي سنتر لو انا ما عنديش قسطره في المستشفى اللي انا فيها، احوله مكان فيه قسطره. طب لو ما فيش قسطره هو افضل حاجه واحسن حاجه ان انا اعمل قسطره طبعا. لو مش افيلابل عندي بديله الثرومبوليتيك ايجنتس اللي عندي، الستريبتوكينيز والكلام ده، بس احسن حاجه وافضل حاجه ان العيان دوت يروح البي سي اي او حوله لمكان يكون فيه بي سي اي تمام، بعد ما تعمل تنسيق، ما يروحش العيان يطلع منه لنفسه كده بالاسعاف ويموت في الطريق، لا يبقى انا منسق مع المكان، يا جماعه عندكم بي سي اي سنتر، طب بعد ما يخلص فيه عندكم مكان في السي سي يو عشان خاطر ادخله فيه تمام، يقولوا لي تمام خلاص اطلع على المكان ده تمام. فاحسن حاجه للمريض ده البي سي اي تمام. ده كده عيان الاكيوت كورونري سندروم. طيب في حد تاني ممكن يجي لي بين؟ اه طبعا، ده من الحاجات اللايف ثريتنج والحاجات السيئه جدا اللي الواحد ما يحبش يشوفها، عيان الاورتيك دايسكشن. عيان الاورتيك دايسكشن، الاورتيك دايسكشن ده عباره عن تيرنج، بيحصل تيرنج في اللايرز بتاعه الاورتا، فيبدا البلاد يعمل سكيبنج ويدخل في اللايرز ما بين الانتما والميديا، فيبدا البلاد يعمل سكيبنج ويبدا يعمل يومين تاني تمام، فيبدا يحصل اورتيك دايسكشن. فبتلاقي الشخص دوت بيعاني من ايه؟ من صادن سيفير شارب بين، بيبقى ريفيرد للباك بتاعه والعيان بيقول لك انا حاسس بتيرنج، انا حاسس بتقطيع، في ستابنج بين، في حاجه بتقطع في ظهري يا دكتور من ورا تمام. ده حاجه. الحاجه الثانيه، العيان ده ما بيبقاش عنده بلاد ماشي في جسمه، ما هو عنده ديكريس في بلاد سبلاي، فيبدا يعاني من ايه؟ من الشورتنس اوف بريس، يعاني من لو بلاد بريشر، يعاني من فينتنج او ديزنس، ما هو ما فيش بلاد سبلاي، ما البلاد داخل في اليومن الجديد اللي اتعمل. تلاقي العيان ده عنده هيفي سويتنج من كتر السمباثيك ستيميوليشن، تلاقي العيان ده عنده كونفيوجن، ممكن يحصل له نص اوكسجين كمان تمام. العيان ده بيبدا يحصل عنده ستروك سيمتومز تمام، ليه؟ لان مفيش بلاد وصل للبرين. خد بالك من حاجه، ان الحاجات من الحاجات اللي احنا ما درسناهاش، ان الاورتيك دايسكشن ثلاث انواع، نوعين بيسموهم ستانفورد واي، ونوع بنسميه ستانفورد بي. الستانفورد اي وبي دول بيبقى دول اللي اكتر بتبقى المشكله فوق من قدام في الاورطة من فوق، فتبدا البلاد سبلاي اللي رايح للابر ليمب ورايح للهيد والنك يبدا يبقى قليل، فالشخص ده دايما بيعاني من ستروك سيمتومز. تلاقي الشخص ده جاي بويكنس باراليسز تمام، تخيل ان شخص يجي لك بباراليسز وانت تعالجه على انه ستروك، ويبقى المشكله ان عنده اورتيك دايسكشن، بتبقى من ابوخ الحاجات اللي ممكن تعدي على الواحد، وهقول لك تعرفها ازاي دلوقتي. انما النوع الثالث دوت ده نوع كويس شويه، ليه؟ لان البلاد عندي هنا بيبقى راح هنا للسب كليبيان، راح للابر ليمب، وهنا راح للهيد والنك، فبيبقى الشخص ده ما بيبقاش عنده
مش هتلاقيه بقى جاي لك بالفينتنج ولا بالديزنس ولا باللوس اوف فيجن ولا بالستروك سيمتومز ولا حاجه، بيبقى جاست جاي لك بين تيرنج بين ريفيرد تو بيك. تمام. طيب الاكزامينيشن اهي الحاجه اللي انا بفرقه بيها، بعمل ايه؟ انا لما بدخل على اي عيان وامسك واعمل بلسيشن واحس البلس بايديا الاثنين، بحط ايدي على ايدي الاثنين اشوف البلسيشن عندي ايكوال ولا ان ايكوال. دي من الحاجات اللي يعني صعب جدا 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 انك انت تشخص اورتيك دايسكشن ولا تتوقعه من غيرها. ادخل احط ايدي على البلسيشن الاقيها ان ايكوال بلس، الله عيان عنده شيست بين ريفيرنج للباك وان ايكوال بلس، ده عيان اورتيك دايسكشن قولا واحدا. تمام. فانا لما بدخل افحص عيان بحط ايدي على البلسيشن على الناحيتين باي لاترال، ما ممسكش البلسيشن بتاعته من ايد واحده، لازم امسك من الناحيتين اشوفه ان ايكوال بلس ولا لا. وبيبقى ساعتها في ايدي رابد وويك بلسيشن، ما انا قلت لك البلد دخل في اليومين الجديد اللي عنده. تمام. فيبدا الجسم كرد فعل منه يبدا يعمل ريفلكس تاكي كارديا، فبتلاقيه رابد وفي نفس الوقت ويك لان مفيش بلد، البلد متجمع هنا عندي في اليوم. بسمع الهارت بلاقيه مفض هارت ساوند، بلاقي الهارت ساوند عندي مش واضحه. البلد بريشر بيبقى لو بلد بريشر لان قلت لك مفيش اصلا عندي بلد، بيبقى البلد متجمع في اليوم الجديد دوت. بلاقي في فرق بين الايد ديت والايد ديت في البلد بريشر اكتر من 20. هو نورمالي اصلا المفروض الفرق بين ايد اليمين وايد الشمال ما يزيدش عن 10، من 5 ل 10 يعني. لو قستها هنا 120 هناك تبقى 125 او 130. الشخص ده بلاقي الفرق بين ايديه الاثنين 20، يعني هنا الاقي ايد 120 والاقي الايد الثانيه 140. تمام. فانت تقيس الضغط دوت تلاقيه في ديفرنس بين التو ارمز عندك في البلاد بريشر، وتلاقي ان ايكوال بلس، وتلاقي عيان جاي بشست بين ويشتكي وريفيرد الباك، فانت تشك على طول ان ده عباره عن عيان اورتيك دايسكشن. طب ايه الحاجه اللي تخليني احلف انك انت تعمل سي تي تعمل بالمونري بتاع ده، تعمل سي تي انجيوجرافي؟ لو عملت سي تي انجيوجرافي وظهر قصادك اورتيك دايسكشن، خلاص ده قولا واحدا انت شخصته اورتيك دايسكشن. طب العيان ده بعمل له ايه؟ بعمل له ستابلايزيشن. انت ما تقدرش تعمل غير انك انت تركب كانيولات. تمام. وتحول العيان ده للكارديو ثوراسيك سيرجري، ودي حاجه فيتال وحاجه لايف ستريتنج كونديشن، لازم بسرعه تعمل ريفيرال لكارديو ثوراسيك سيرجري. ما تقعدش بقى تقعده جنبك وتقول يا جماعه انا شخصت حاله اورتيك دايسكشن وتفرج الناس عليه وتشرح للطلبه عليه، لا الشخص دوت هيموت، ده لايف ستريتنج كونديشن، لازم يحصل له ريفير لكارديو ثوراسيك سيرجري فورا. طيب برضه من ضمن الحاجات الكارديو فاسكولار كوزس اللي تعمل لي شيست بين حاجه اسمها الهايبرتنشن ايمرجنسي. ايه الهايبرتنشن ايمرجنسي؟ الهايبرتنشن ايمرجنسي ان انا اقيس الضغط الواحد والاقي الضغط ده اكتر من 180 على 120، دي ساعتها بسميها هايبرتنشن ايمرجنسي. خد بالك في مصطلح تاني اسمه هايبرتنشن ايرجنسي، ده لما يبقى معاه تارجت اورجان دامج، انما وزاو تارجت اورجان دامج ده بسميه ايمرجنسي، ضغط فوق ال 180 على ال 120. الدكتوره ريم ابراهيم اللي كانت معلماني الكارديو الله يديها الصحه وطول العمر يا رب، كانت بتقول لي اي عيان بيجي لي بشيست بين بقيت بقيس له ضغطه على طول، من كتر ما الضغط العالي بيعمل شيست بين، ومن كتر الحالات اللي اغلب الشيست بين عندنا بنلاقيها بسبب الضغط ده، بسبب الضغط العالي، بقينا بنقيس الضغط الاول. يعني العيان يجي يقول اه يا صدري، عبال ما دردش من العيان واخد هيستوري بكون قست له الضغط اشوفه ضغطه عالي ولا لا. انا والدي شخصيا جه فتره هو هايبر تنسف، جه فتره حصل له فجاه كده لقينا ضغطه 220 على 140، طب انا قست له ضغطه ليه؟ لقيته بيشتكي من شيست بين، انا صدري وجعني ومش قادر، في وجع في صدري انا عايز اعمل اي سي جي، بقيس له ضغطه لقيته 220 على 140. تمام. فالهايبرتنشن ايمرجنسي من الحاجات اللي بتعمل شيست بين ومن الحاجات اللي لازم اخليها في دماغي. عيان جاي لي بشيست بين بقيس له ضغطه الاول. تمام. ودردش معاه في الهيستوري وانا بقيس الضغط. تمام. فبلاقي العيان ده بيشتكي من ايه؟ شيست بين ريتروسترنال، اجي اقيس له ضغطه بلاقي البلاد بريشر بتاعه هاي معدي ال 180 على 120. الشخص ده بعالج الهايبرتنشن ايمرجنسي. طب ايه علاج الهايبرتنشن ايمرجنسي عندي؟ اهم نقطه، اوعى ابدا انك انت تنزل الضغط مره واحده وما تنزلهوش قوي، الاثنين مع بعض ما نزلهوش قوي وما عالجهوش مره واحده. ليه؟ انا لو نزلته قوي، لو الشخص دوت ضغطه 180 على 120 هو متعود على الهاي بلاد بريشر دوت، وجيت مره واحده انا نزلته، هيحصل عندك حاجه اسمها لوس اوف سيريبرال اوتو ريجوليشن. البرين عندي متعود على ضغط عالي، فيبدا البرين عشان يتفادى الضغط العالي ده بيحصل فيه سيريبرال فازو دايلاتيشن، فيبدا يحصل فازو دايلاتيشن عندي. لما اجي انا اقلل الضغط كده مره واحده واقلله قوي، بيبدا البرين عندي يحصل لوس للسيريبرال اوتو ريجوليشن، فيبدا يعمل فازو كونستريكشن، يبدا البلد عايز يرجع تاني البلد بريشر الهاي اللي عنده، فيبدا يعمل فازو كونستريكشن عشان يزود لك الضغط اللي هو متعود عليه، عشان يرجع للضغط اللي هو متعود عليه. فلما يعمل فازو كونستريكشن ممكن تدخل انت العيان في اسكيميا وانت قاعد، فتلاقي العيان ده فجاه
وانت قاعد نزلت له ضغطه مره واحده، تبص تلاقي العيان ده حصل له اسكيميا في البرين بسببه، تلاقي العيان بدا يقول لك انا مش قادر، انا مش حاسس بايدي، مش حاسس برجلي، تلاقي العيان مش عارف يتكلم، يبدا يدخل في اسكيميا بسببه. تمام؟ طيب بعمل ايه؟ بديله نتر ديرم باتش، بروح اقول له هات من الصيدليه من بره اللزقه ديت، دي لزقه في منها 5 مللي وفي 10 مللي. تمام؟ بتجيب على حسب اللي العيان قصادك، يعني العيان قصادي لو هو مثلا ضغطه سي 180 على 120 140، ماشي خلاص هات الخمسه، عنده ضغط معدي ال 200 هات ال10. تمام؟ بجيبها والزقها. تمام؟ واتابع ضغط العيان دوت كل نص ساعه، بلاقي الضغط بتاعه بينزل، بلاقي الضغط بقى كويس، خلاص بدل لحد ما الضغط يبقى اكسبتد، بوقفه عند 160 مثلا على 100، واقول للعيان ده روح، وهنعمل بعد كده لايف ستايل موديفيكيشن يا عم الحاج، يعني ابعد عن الموالح، ابعد بقى عن الاسترس، حاول تقلل من وزنك شويه، لو بتدخن بطل تدخن، ابعد عن الحاجات المشروبات الغازيه، القهوه والشاي يبقى مره واحده في اليوم ما تكترش منهم، فنجان قهوه وفنجان شاي بس مره واحده في اليوم ما تكترش منهم. النيتروديرم باتش دي شيلها في البيت بعد ما تروح بساعتين. تمام؟ بدي له شويه نصايح كده وخلاص ومشيه، وابدا بعد كده اشوف ايه التريتمنت المناسب ليه للضغط، ولو هو اصلا كان ماشي على دواء ضغط ابدا اغير له الدواء الضغط ده او ادخل له لاينز جديده. تمام؟ طيب ده الهايبر تنشن ايموشنز. في لانج كوزس، لانج كوزس، وخد بالك اللانج كوزس كلهم اسوأ من بعض، يعني البلمونري امبوليزم دي حاجه لايف ستريتنج، النيموثوركس برضه لايف ستريتنج كونديشن، البلورز هي الحاجه البناين الوحيده في اللانج كوزس. فاللانج كوزس اللي عندي البلمونري امبوليزم مثلا، البلمونري امبوليزم عشان اتوقعها، خد بالك كان دايما يقول لنا البلمونري امبوليزم لو حاجه انت مش حاططها في دماغك عمرك ما هتشخصها، يعني انا لو مش حاطط في دماغي البلمونري امبوليزم عمري ما هشخص البلمونري امبوليزم. طيب ايه الحاجه اللي بشخص بيها البلمونري امبوليزم يا فندم؟ حاجه اسمها الويلز سكور. الويلز سكور عندي ان انا بسال الشخص ده اسئله، وده موجود عندك على الميد كالك، في ابلكيشن اسمه الميد كالك بتحمله وتلاقي عليه الويلز سكور لو انت مش حافظه. بسال الشخص ده هل انت عندك دي في تي؟ طب عنده دي في تي ازاي؟ هل رجلك كانت سخنه؟ هل رجلك ورمت؟ هل رجلك كان فيها حمار ووجع؟ تمام؟ اللي هو قصدي على السمانه بتاعت رجله. لو قال لي بديله ثلاثه، لو قال لي لا بديله واحد. طيب هل الهارت ريت بتاعه اكتر من 100؟ انت بتشوف العيان ده تاكي كارديا، بتحط ايدك على البلس كده وتعد. هل هو اكتر من 100 بيرمينت؟ لو لقيته اكتر من 100 العيان تاكي كارديا بتدي له 1.5، لقيته اقل من 100 بياخد 1. طيب هل العيان ده عامل ريسنت سيرجري؟ يعني هل العيان دوت عمل جراحه قريب او بيبقى ايموبلايزيشن، او العيان ده قاعد نايم في السرير لاي سبب من الاسباب؟ لو كده بتدي له 1.5، لو مش كده بتدي له 1. طيب هل حصل له في بريفيوس بالمونري امبوليزم او دي بي تي قبل كده؟ ما هو طالما حصل له بريفيوس بالمونري امبوليزم ودي بي تي بيبقى اكتر ريسكي اكتر ان هو يجي له تاني، يبقى ريكرنت عنده. تمام؟ فيبقى الشخص ده بديله 1.5، لو مش عنده بديله 1. طيب هل هيموبسيس؟ هل الشخص ده كح دم؟ لو كح دم بديله 1، ما كحش بديله 0. طب هل عنده مالجنسي؟ هل الشخص ده بيعاني من مالجنسي؟ هل عنده ورم؟ لو كده بديله 1، مش عنده بديله 0. طيب هل الشخص دوت عندي انا حاسه في ان في الترناتيف دايجنوزس اقل شويه من البلمونري امبوليزم؟ لو كده بديله 3، لو مش كده بديله 1. وبعدين بجمع في النهايه، لو لقيت الشخص دوت السكور بتاعه اكتر من 4 ده موستلي بلمونري امبوليزم. طب بشخصها اكتر بايه؟ بشخصها ده انا بعمل سي تي بلمونري انجي. فانا الاول الويلز سكور ده اكتر حاجه بتخليني اعمل ليدنج، ده حاجه بتخليني كده البلمونري امبوليزم تنور في دماغي. كان في مره واحده جات لنا، الست دي كانت مكسوره ورجليها كانت متجبسه، كان عندها فراكشر فيمر وكانت رجليها متجبسه. الست دي كانت ماشيه على كونتراسبشن بيلز بقالها مده، كانت طبعا اموبلايزيشن، وكان عندها، ببص على رجليها لقيت في عندها الساينز بتاعت الدي في دي. الست دي جايه مش قادره تاخد نفسها، الست دي ديزني وجايه بشست بين وديزني. فانا حسبت لها الويز سكور، لقيت الويز سكور بتاعها تقريبا كان 6 او حاجه، او مش فاكره كان 6 او 8 7. تمام؟ بقيس الساتوريشن بتاع البنت ديت او الست دي لقيته 94%. فرحت للنايبة عشان خاطر تاكلش لنا على التذكره بتاعتها انها تعمل سي تي بالمونري انجيو. قالت لي ليه ده الساتوريشن بتاعها 94؟ شافت الفيتامينز اللي انا الفيتامين، لقيت الساتوريشن بتاع الست 94. قالت لي يعني هي هتبقى بالمونري امبوليزم والساتوريشن بتاعها 94%؟ قلت لها الويلز سكور بتاعها 6. راحت مطلعه الاكلشيه وراحت ماكلش. فانت الويلز سكور طول ما انت ماشي بارقام، طول ما انت ماشي بارقام وبسكورز محدش هيقدر يتكلم معاك. الحاله بتاعت الساتوريشن بتاعها لسه حلو بس ممكن يقع مني كمان شويه، طب انا استنى ليه؟ طب ما انا لقطتها بدري. تمام؟ فالبلمونري امبوليزم لو في دماغ، لو مش في دماغك عمرك ما هتشخصها، ده حاجه. الحاجه الثانيه امشي دايما بالويلز سكور، لما بشخص ابندسايتس بمشي بالالفرادو سكور، لما بشخص اي حاجه بمشي بالسكورز بتاعت، طالما ليها سكورز امشي بالسكورز، محدش هيقدر يتكلم معاك وانت ماشي بالسكورز. يعني بقول لك الحاله الساتوريشن بتاعها 94% وانا كاتبان على 6 بالمونري امشي،
والنايبه ما قدرتش تقول لي لا، راحت ما قالتليش عليه. ليه؟ لان الويز سكور بتاعها كان عالي. تمام. فانت طول ما انت ماشي بسكورز، طول ما انت ماشي صح. طيب السيمتومز بقى، الست دي بتشتكي من ايه؟ بتبدا انا عندي امبوليزم موجوده في البلمونري البلمونري ارتري، فبيبقى ما فيش بلاد سبلاي وصل للنج، فتبدا الست دي تشتكي من شورتنس اوف بريث. الست دي بتيجي ديزني جدا، بتيجي دايما بديزني. تمام. والديزني دي بتبقى ورس وان اكزيرشن، يعني تيجي تعمل مجهود تقول لك مش قادره اتحرك. تمام. فده شورتنس اوف بريث، ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا عاملينها عشان المحاضره اصلا، هي بتيجي بشست بين. ما تيجي بشست بين ليه؟ لان البين الست دي ما فيش بلاد سبلاي، اللنج ما عادش وصل لها بلاد سبلاي، فبالتالي بدا يبقى في شست بين. تمام. البين ده بيبقى شكله ازاي؟ البين ده بيبقى شورت. تمام. والست دي بتحسه لما تيجي تاخد نفسها. تمام. ولما تبطل نفسها او تمسك نفسها تقول لك انا مسكت نفسي، البين بيرتاح شويه. تمام. يعني لما تبطل نفسها كده شويه البين بيرتاح، فبيبقى شارب بين بيزيد بالبريثنج وبيقل لما الست ديت بيحصل له ستوب، لما الست ديت بعد ما تخلص البريثنج بتاعها بيبقى معاها كف، وممكن يبقى معاها هيموبسس كمان. تمام. بسبب ان في البلمونري ارتري في امبوليزم، فالضغط بيبقى زي جوه البلمونري فاسكوليتشر، فيبدا شويه من البيزنز البسيطه تتربشر، فيبدا يطلع لي سبيوتم وتنجد بالضغط، او ممكن يبقى هيموبسس. تمام. باكزامن الحاله دي ممكن الاقيها ساينوست، ممكن الاقي الساتوريشن بتاعها لو، بلاقي الحاله تاكيكارديا، بلاقي الحاله تاكيبنك، ممكن الاقي فيه ليج سويلنج، ممكن الاقي فيه ليج بين، ممكن الاقي الكف فيها دي بينس ثرومبوزس، ممكن الاقي الحاله دي فراكشر، في فراكشر عندها، والاقي الحاله ديت متجبسه وجايه لي، والاقي التوماس سبلنت مثلا، والاقي الحاله متجبسه. فالحاله ديت بتبقى باينه جدا من ايه، او الحاجه اللي بتخليني افرقها ايه؟ التاكيكارديا والتاكيبنيا، والحاله دي مش قادره تاخد نفس شورتنس اوف بريث. تمام. بقولك ممكن توصل حاله الصيانوس. تمام. ما تنساش الويلز سكور. طب ايه الانفستيجيشنز؟ الحاجه المور اكيوريت والحاجه اللي بشخص بيها السي تي بالمونري انجيو، ده حاجه. الحاجه الثانيه ممكن في كرايتيريا بلاقيها في الاي سي جي، ان انا الاقي اس 1 كيو 3 تي 3، بلاقي في اس في واحد في ليد واحد، والاقي باثولوجيكال كيو في ليد ثلاثه، والاقي التي انفرتد في ليد ثلاثه. طب هل انا بلاقي ده في كل الكيسز؟ مش شرط. اغلب البلمونري امبوليزم ما بلاقيش فيها الكرايتيريا دي في الاي سي جي، فانت مش ما تعملش اي سي جي وتبقى مستني تلاقي فيه الكرايتيريا دي. لا، اغلب البلمونري امبوليزم ما بلاقيش فيها كده في الاي سي جي. امال ايه الحاجه اللي بتشخص لي البلمونري امبوليزم؟ السي تي بلمونري انجيو. تمام. ده الحاجه الوحيده اللي بتشخص لي او تؤكد لي على وجود بلمونري امبوليزم. طب لو ما عنديش، في حاجه اسمها دي دايمر بيعملوها، بس الدي دايمر لو لقيته يعني لو لقيته عالي ده بيؤكد وجود بلمونري امبوليزم، لو لقيته قليل مش شرط ان معناها ما فيش بلمونري امبوليزم، ده عيبه بس الوحيد، بس اهو بيبقى بديل عن السي تي بلمونري انجيو. طيب التريتمنت بتاعي، الحاله دي بدخلها على اكسجين ماسك، بديها انتي كواجولانت، بديها هيبارين، لازم تتحجز في الاي سي يو ادمشن، دي مش حالتك. تمام. الحاله دي بسرعه شوف لها مكان وحولها ليه وتدخل الاي سي يو ادمشن. كان في حاله عندنا محجوزه في العنايه، كان عندها باي لاترال بلمونري امبوليزم، كان عندها في الرايت بلمونري ارتري والليفت بلمونري ارتري، والست دي ما كانش عندها ريسك فاكتور غير انها كانت ماشيه على الاورال كونتراسبشن، وانها كانت عندها اموبلايزيشن بسبب انها كانت عامله هيبربليسمنت بس، سبحان الله لقينا عندها باي لاترال على الناحيتين. تمام. فده حاله عنايه، ما تجازفش في حاله زي دي. من ضمن الحاجات الثانيه اللي اللايف ثريتنينج كونديشن والحاجات السيئه اللي الواحد بيشوفها النيموسوركس. النيموسوركس ده عباره عن اير موجود في البلورا، البلورا كافيتي، فالاير ده بيبدا يعمل كولابس لللنج، فتلاقي اللنج مش عارف تاخد، تلاقي الشخص ده مش عارف ياخد نفسه. طب بتيجي اكتر في مين؟ في الناس اللي سموكرز. الناس اللي سموكرز ممكن يحصل لهم يبقى عندهم بولي كده من الانفيزيما، والانفيزيما تسبولي دي تراكشر فجاه فتدخلهم في نيموسوركس. الناس اللي عندها سي او بي دي برضه بيبقى عندهم انفيزيما تسبولي ممكن تراكشر فجاه فتدخل الشخص ده في نيموسوركس، يجي لك فجاه بشست بين. الناس اللي عندها سيستيك فايبروزس، الناس اللي عملت حادثه مثلا يجي لها نيموسوركتنشن، نيموسوركس ممكن بسبب ان انا اكون مركبه مثلا مسنطره العيان، اركب له سي بي بي وادخله في نيموسوركس. تمام. ايه السيمبتومز بتاعتي؟ العيان ده بيبقى جاي بشارب مصادن سيفير ستابنج بين. الشخص دوت لما بيحاول ياخد نفسه البين ده بيزيد جدا، بيزيد جدا ليه؟ لان الشخص بيحاول يفتح اللنج، اللنج جواها هواء كابس عليها مش عارف خليها تاخد، وانت بتحاول تدخل الهواء بتاعك تاخد نفسك بالبريشر، فكل ما تاخد نفسك الشخص ده بيصرخ. تمام. بيبقى عنده ديزنيا ما هو مش عارف ياخد نفسه. تمام. بيبقى عنده، ممكن تلاقي العيان ده ساينوزد ايفن حتى من السيفير ديزنيا. تمام. اجي اعمل للعيان اكزامينشن الاقي العيان ساينوزد، الاقي عنده يونيلاترال ديفيشن، الاقي اللنج راح الناحيه، الاقي في ابسنس اوف بريس ساوند على ناحيه، ودي الحاجه اللي انا بعتمد عليها. اجي اسمع الشيست بتاع العيان ده ما الاقيش هنا بريس ساوند، اتاكد ان هنا عيان نيموسوركس، وعشان اتاكد اكتر ببعت العيان ده يعمل شيست اكس راي. لما العيان بيعمل شيست اكس راي دي حاجه اوبفيس، ودي اكتر حاجه تبين لي النيموسوركس. يجي يعمل الشيست اكس راي الاقي فيه عندي جيت بلاك،
الاقي الاكس راي عندي واضحه جدا فيها النيموس وورت، يبقى ده عيان نيموس وورت. بعالجه ازاي؟ بحط العيان ده على اكسجين ماسك، بعمل له نيدل اسبيريشن او اركب له شيست تيوب، دي حاجه ما فيش فيها كلام تمام، عشان اعالج النيموس وركس اللي عنده. يبقى الوجع بتاع النيموس وركس بيبقى عيان شارب ستابنج بين، بيزيد لما العيان ده بيحاول ياخد نفسه، العيان دوت بيبقى عنده ابسنس للبريس ساوند على ناحيه تمام. بعمل له ايه؟ اعمل الاكس راي واحطه على اكسجين ماسك واعمل له نيدل اسبيريشن او اركب له شيست تيوب. في حاجه هاديه بقى جدا اللي هي البلوروزي، دي اهدى شويه من حالتين بتوع اللنج. دي عباره عن ايه؟ عباره عن انفلاميشن في البلوره، موستلي بيبقى بسبب انفكشن، ممكن يكون بسبب انفلاميشن، ممكن يكون بسبب الراديشن زي ما قلنا في البريكاردايتس بالظبط نفس الحكايه، نفس اللي بيعمل انفلاميشن في البريكارديوم هو اللي بيعمل انفلاميشن في البلوره تمام. فتلاقي في انفكشن فايرال او بكتيريا، تلاقي انفلاميشن، تلاقي اوتو اميون ديزيز، تلاقي الراديشن. طب العيان ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من شارب شيست بين اللي هو بلوريتك بين، وبيزيد مع البريثنج. انا كوني بقول ان البين بيزيد مع البريثنج يا جماعه، ده معناه ان هو بلوريتك بين، يبقى في حاجه لطه البلوره عندي، سواء بقى فوق كان نيموس وركس لطه البلوره وعامل اكستنشن في البلوره، او سواء تحت في البلوروزي انفلاميشن في البلوره ذات نفسها تمام. العيان دوت بتاع البلوروزي بيتحسن على، بعمل له اكزامينشن ما بلاقيش فيه حاجه، بعمل له انفستيجيشن ما بلاقيش فيها حاجه، بعمل فهو كلينيكال دايجنوزس. اجي اعالجه ازاي؟ بعالجه تريتمنت، سيمتوماتيك تريتمنت، بدي له نون استرويدال ياخد اسبوسيد، ادي له كورتيكوسترويد والعيان بيتحسن. فالبلوروزي هي عباره عن شيست بين، خد بالك ان هو لو فايرال البلوروزي بيروح لوحده، يعني ممكن يحصل له ريزولفنج لوحده تمام. فالبلوروزي هو عباره عن صدن وشارب بين تمام، بيزيد مع الانسبيريشن، كل ما العيان ياخد نفسه البين ده بيزيد تمام. ما بلاقيش حاجه في الاكزامينشن ولا في الانفستيجيشن بتاعته، التريتمنت بتاعي بديله نون استرويدال وبديله كورتيكوسترويد تمام، بس بعالجه سيمتوماتيك كده. احنا خلصنا اهم كوزس للشست بين، يبقى لي شويه حاجات بسيطه زي الجي اي تي كوزس، زي السكين كوزس، وزي الماسكولوسكيليتال مثلا. طيب ناخد الجي اي تي كوزس. الجي اي تي كوزس واحد من اشهر الحاجات اللي بتلخبطنا وتعمل لنا شست بين هو الجرد. الجرد عباره عن جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، عباره عن ريفلكس في الاسوفيكس، اللور اسوفجيال سفنكتر ما قفلش كويس، فيبدا يحصل ريفلكس والجاز واسفه الاسيد اللي موجود في الاستومك يبدا يحصل له ريفلكس ويرجع تاني. فلما بيرجع ممكن الشخص ده يحصل له اسبيريشن، ممكن يعمل له شيست بين. طيب مين الناس اللي معرضه ليها؟ اكتر ناس معرضه ليها الناس اللي مثلا اوفر ويت او اوبيز، الناس ديت بيبقى عندها اوفر ويت واوبيز، فبيبقى البريشر شويه زايد على الابدومين، فتلاقي الشخص ده غصب عنه اللور اسوفيجيال سفنكتر ما بيبقاش قافل كويس، فتلاقيه يحصل له الريفلكس. الست البريجننت ما هي نفس الكلام زي الاوفر ويت وزي الاوبيز، بيبقى عندها بريشر تحت، نزود لها الانتر ابدومينال بريشر وبالتالي يبدا يحصل عندها الريفلكس. الريفلكس ده حاجه. الحاجه الثانيه البروجسترون اللي بيطلع في الحمل، ما هو بيعمل ريلاكسيشن في السفنكترز بتاعت الجسم كلها، فتلاقي الست ديت يبدا عندها يحصل لها الريفلكس. في عندي حاجه اسمها الجاستروباريسيس، المفروض انا لما السمك عندي باكل يبدا النيرفات اللي عندي تحس ان السمك دي حصل فيها امتلئ، فلما يحس انها ابتدت يبدا يعمل امتنج، يبدا يفضيها تمام. فالناس اللي عندها جاستروباريسيس، الناس اللي عندها اوتونوميك نيوروباثي زي الناس اللي الدايبيتك، عشان كده الدايبيتك بيشتكوا من الحته دي دايما، ما بيحسوش ان السمك اتملت، فيبدا عندهم يحصل عندهم ديلينج في الامتنج، ما هو مش حاسس انها اتملت، فبيفضيها بقى على مهله، مش ما بيفضهاش بسرعه، فبيفضيها على مهله. فدي حاجه اسمها جاستروباريسيس، الاكل بيقعد مده طويله في السمك فسهل ان يحصل له ريفلكس. الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس وسكليروديرما واللوبس دايما بيشتكوا دايما من هم عندهم ريفلكس. الناس اللي سموكينج، الناس اللي سموكرز دايما عندهم حرقان. في شويه اكلات ومشروبات كده زي الشوكولاته، زي الفاتي اسيد، زي البطاطس المحمره، زي القهوه، زي الكافيين، زي الكحوليات، الحاجات دي كلها بتعمل ريفلكس وبتزود الجرد جدا. الناس اللي بتاخد هيفي ميل، الناس اللي بتاخد اكله كبيره تمام، ده بيزود الجرد. الناس اللي مولوده عندها هيتس هيرنيا مثلا، الناس اللي بتاكل قبل ما تروح للسرير، الناس اللي بتاكل قبل النوم على طول، الناس دي دايما بيبقى عندها جرد. في ناس في حاجات زي الاسبرين، الاسبرين بيعمل جرد. الناس اللي مولوده بهيتس هرنيا، بهرنيا في الدايفرام وعندها حته من الاستومك طالعه من الدايفرام، وبالتالي عندي زياده في الانترا في الاستومك بريجر يعني، فبيعمل لي ريفلكس تمام، فده هيتس هرنيا. طب الشخص ده بيبقى بريزنتد بايه؟ الشخص ده بيقول لك انا عندي حرقان، ودي حاجه صدري بيحرقني، عندي حرقان في صدري تمام. الحرقان ده دايما بيجي امتى؟ بيجي بعد ما ياكل تمام، وبيزيد اكتر لما العيان دوت بيرجع بظهره ينام. لما العيان بينام بيزيد، بيبدا يحصل عنده الريفلكس يزيد، فيبدا البين ده يزيد تمام. بيبدا العيان يقول لك انا حاسس بطعم حاجه لازعه في بقي، حاسس بمراره في بقي يا دكتور، حاسس ان انا في حاجه في بقي طعم بقي متغير
الوجع ده بيزيد اكتر بعد الاكل، يزيد اكتر لما العيان ينام، يزيد اكتر لما العيان يمدد، يبدا يعمل له الهارت بيرن ده. وده عباره عن ايه؟ هارت بيرن، عباره عن بيرن، عباره عن حرقان، وبيزيد اكتر لما العيان يبدا ينام على ظهره، تمام؟ بيزيد اكتر بعد الاكل. طب اجي اعمل له اكزامينشن، مش هتلاقي حاجه سبيسيفيك موجوده في العيان. طب اعمل للعيان ده انفستيجيشن في الطوارئ، مش هتلاقي حاجه يعني تعملها له كانفستيجيشن تشخصه بيه. بس ممكن في العياده بعد كده لما يجي لي يعمل فولو اب، هعمل له ال 24 اور بي اتش مونيتورنج في الاوت بيشن، تمام؟ بعمله في العياده 24 اور بي اتش مونيتورنج، بقى نعمل مونيتورنج للبي اتش بتاعته في اللور اسوفجيال اريا، الاقي دايما ان هو عنده البي اتش فيها اسيدوزس، فاعرف ان ده فيه ريفلكس ديزيز. طيب التريتمنت بتاعي العيان ده بديله بقى احسن حاجه والبيست ثيرابي للجرد هو اللايف ستايل موديفيكيشن، ان العيان ده لو بيدخن يبطل تدخين، لو هو اوبيز يقلل من وزنه شويه، لو الشخص ده بياكل وينام كتير وينام على طول، لا يعمل يفصل الاول بين اكله وبين نومه، يعني ياكل وبعدين ينام بعدها بساعتين، تمام؟ لو شخص عنده هيتس هرنيا بعالجها، يعني بعالج الكوز بتاعه، تمام؟ طيب الشخص ده عندي في الاستقبال بعمل له ايه؟ بديله بروتون بامب انهبيتور، تمام؟ اديله اتش 2 بلوكر زي الانتودين مثلا، اديله انتاسيد زي المالوكس، زي اي حاجه انتاسيد بقى، تمام؟ ده اللي بعمله له في الطوارئ. لكن المين تريتمنت الجرد هو اللايف ستايل موديفيكيشن. طيب حاله الاسوفجيال سبازم من الحاجات البايخه ولازم احطها في دماغي، ومن الحاجات اللي انا ما احبش اشوفها بصراحه. ليه؟ الاسوفجيال سبازم ده عيان ما عندوش اي ريسك فاكتور، تمام؟ فهو ملوش ريسك فاكتور، ده حاجه. الحاجه الثانيه، العيان ده بيجي يقول لي انا عندي عصره في صدري يا دكتور، عنده سكويزنج بين. البين دوت عيبه ان هو مستيكن از هارت بيرن، بين يعني الشخص دوت لدرجه بيسموه انجينا، انا ما اقدرش افرقه عن الانجينا، تمام؟ العيان ده بيبقى عنده صعوبه في البلع سواء سوليد او ليكويد، يعني عنده صعوبه للبلع المأكولات والمشروبات، الحاجات السوليد والحاجات الليكويد، تمام؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه دايما يقول لك ان انا الحاجه بتلزق في زوري، اهي الكلمه دي اللي ممكن تخليها تنور شويه معايا، ان يقول لك الاكل بيلزق في زوري، ده اسوفجيال سبازم، تمام؟ الاسوفجيال سبازم بيبقى امور كومن شويه في الفيميلز عن المين، بيبقى كومن في الناس اللي عندها سايكيك ديزيز، وهو من الحاجات البايخه اللي انا ما احبش اشوفها بصراحه، بس هو يعني لازم احطه في دماغي عشان خاطر اشخصه. طب الانفستيجيشن بتاعي ازاي بعمل العيان ده باريم سوالو؟ بيبان عندي ككورك سكرو ابيرنس زي دوت، ممكن اعمل له مانومتري، ممكن اعمل له اندوسكوب، فده ما فيش حاجه بعملها له في الطوارئ، تمام؟ في ناس بتدي له نايتريت وبيتحسن، في ناس بتدي له كالسيوم شانل بلوكر وبيتحسن. الحاجه الوحيده اللي انا شفتها في الطوارئ ان هم بيدوا له نايتريت نيتروجليسرين او نيتروديرم، وتلاقي العيان ده اتحسن، بس مش شرط. التريتمنت الاساسي بتاعه ان انا بعمل له بوتوكس، البوتوكس بتبدا تعمل ريلاكسيشن في المصل، او اعمل كالسيوم شانل بلوكر فيبدا يعمل ريلاكسيشن في المصل زي الدلتازيم طبعا. ممكن اعمل له مايوتومي، بتبقى جراحه، وهي دي الحاجه اللي هي بتبقى افكتيف قوي صراحه. البوتوكس بيضطر العيان ده يعيده كل 6 شهور او 8 شهور تقريبا، تمام؟ او يدن ماشي على طول حياته على الكالسيوم شانل بلوكرز عشان تقلل شويه من السبازم اللي موجود. العيان ده ما احبش اشوفه، وبصراحه الحاجه اللي شفتها بيرتاح عليها في استقبال النايتريت، والحاله دي احسن يفضل انها تتابع في العياده لانها مش حاله طوارئ، على الرغم ان العيان ده بيبقى جاي بسيفير سكويزنج بين، وبقول لك دايما بنغلط فيه ونشخصه على ان هو انجاين، تمام؟ بس لازم تبقى حاطه في دماغك ان ممكن يكون ده اسوفجيال سبازم. الاسوفجيال رابشر عباره عن ايه؟ عباره عن رابشر بيحصل في الاسوفجس. ده بيحصل امتى؟ اشهر حاجه ممكن تعمله ان يحصل انجري اثناء الميديكال بروسيدور، نبقى داخلين مثلا في عيان اندوسكوب، اعمل له منظار ونقوم عاملين اسوفجيال رابشر، يكون عيان مثلا بلع فورن بادي زي الناس اللي بتبلع دبابيس، البنات اللي بيبلعوا دبابيس او حاجه زي كده، واحد من الاطفال اللي هم بيبلعوا البطاريات، البطاريات دي من الحاجات السيئه جدا، ليه؟ لانها بتبدا تعمل كيميكال رياكشن وتبدا ممكن تعمل بيربريشن واسوفجيال رابشر، تمام؟ حد خد تروما او انجري للشيست او الاسوفجس، الناس اللي بيبقى عندها بورهيب سندروم، الناس اللي بتقعد يحصل عندها فويلنت فوميتنج فوميتنج فوميتنج، فالبريشر بيزيد، انترا اسوفجيال بريشر بيزيد، وعندي الاسوفجس ده وبارت منه موجود في الشيست، فالشيست ده بيبقى جواه انترا ثوراسيك بريشر بيبقى نيجاتيف، فانت عندك جوه الاسوفجس في زياده في الانترا اسوفجيال بريشر، وحواليه بيبقى فيه نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر، فتلاقي الشخص ده ممكن يحصل له اسوفجيال رابشر، تلاقي الاسوفجس راح رابشر منك، تمام؟ فده اللي بيسموه البورهيف سندروم. العيان ده بيبقى جاي بسويلنج بروبلمز، بيبقى جاي بشيست بين، بسيفير شيست بين، وبيبقى جاي ببريسنج بروبلمز، بيبقى مش عارف يتنفس، مش عارف يبلع، وبيبقى جاي بشيست بين، تمام؟ الناس اللي بتجي لك بشيست بين ومش عارفه تبلع، اتنين، الاسوفجيال رابشر والاسوفجيال سبازم، تمام؟ الانفستيجيشن عندي بعمل شيست اكس راي، وهي دي اللي بشخص بيها، ابدا الاقي اير في الميديستاينم، ده معناها ان في اسوفجيال رابشر. التريتمنت بتاعي العيان ده تعمل له ستيرلايزيشن، بتدي له اي بي اف، لان زي ما قلت لك انترافينوس فلويد، لان العيان ده بيبقى ممكن يكون بسبب الفايلنت فوميتنج، ده حاجه. الحاجه الثانيه بدي له انتي بايوتكس عشان خاطر الاسوفجس ده بيعدي فيه الاكل،
تمام، وبيعدي فيه الاكل قبل ما يعدي على الاستومك، يعني قبل ما الاكل يتعرض ل اتش سي ال، فبيبقى العيان دوت الاكل مليان بكتيريا، تمام. فانا بدي له اي في انتيبيوتيك عشان الانفكشن، وممكن اعمل ميديا ستاينوسكوبي، ادخل بالاندوسكوب في الميديا ستاين، تمام. فده اي في اف واي في انتيبيوتيك وميديا ستاينوسكوبي. الحاجات بقى اللي في سكان دي كلها حاجات بسيطه بس بتلخبطني بصراحه، وبتعمل شيست بين، ومن الحاجات المهمه جدا ابقى اعرفها. زي مثلا الهربس زوستر، الهربس زوستر ده عباره عن مرض بيبقى موجود بيتعمل بحاجه اسمها الفاريسيلا زوستر فيروس، بيجي يعمل فيزيكلز وبيعمل بين. البين ده فيه حاجه مهمه جدا، انه بيحترم الميد لاين، البين ده مش هتلاقيه معدي الناحيه الثانيه، البين ده مش هتلاقي الفيزيكلز دي عندي الناحيه الثانيه. خد بالك من حاجه، ان هو هيبقى معاه الاذر سيمتومز بتاعه الفيروس، يعني هتلاقي العيان ده كان عنده لو جريد فيفر، هتلاقي العيان ده يقول لك انا كان عندي برد، هتلاقي العيان ده يقول لك انا كنت تعبان وعندي مليز، تمام. هتلاقي العيان دوت عنده فيزيكلز لو كشفت ظهره، خد بالك، او كشفت جسمه يعني وبصيت على صدره وظهره هتلاقي عنده الفيزيكلز دي. خد بالك بس من حاجه، ان ممكن البين يسبق الفيزيكلز بكام يوم. لو البين بدأ او سبق الفيزيكلز بكام يوم بيبقى تشخيصه صعب شويه، بس هيقول لك ان هو بين، بيحترم الميد لاين، ما بيعديش الميد لاين، بتلاقي معاه السيمبتومز بتاعه الفيرولوجي، زي تلاقي العيان ده عنده فيفر وهيدك وماليز، والفيفر دي بتبقى له جريد فيفر، تمام. ويقول لك ان هو اتعدى، هتقول لك مثلا والله مثلا ابنه في البيت او اخوه او معرفش ايه عنده هيربس زوستر، او اتعدى من اخوه، تمام. فانت تشك ان ده عيان عنده هيربس زوستر. مشكله العيان ده ان هو بيعمل سيفير بين ونوريتك بين، بيبقى بين غبي جدا، بيبقى نورالجيا غبيه جدا، فتلاقي العيان ده بيتنطط من البين قصادك، تيجي تبص عليه تلاقي ما فيهوش اي حاجه كاردك، هو جاست بس سكين مانيفستيشن نورالجيا بسبب الهيربس زوستر، تمام. فانت لو كشفت بطنه وصدره هتلاقي المنظر ده قصادك. طيب من الحاجات برضو المزعجه جدا حاجه اسمها الماسكولو سكيليتال بين، من ضمن الحاجات دي حاجه اسمها كوستوكوندرايتس. كوستوكوندرايتس بيبقى عباره عن انفلاميشن في الكوستوكوندرايتس، بيبقى انفلاميشن في الريبز، في الحته اللي هي بتاعه الكارتليج اللي بيبقى ماسك في الريبز، فتلاقي الشخص ده حصل فيه انفلاميشن هنا فيبدا يجيله بين، فتلاقي الشخص ده داخل لك وماسك صدره وصدري بيوجعني، اجي احط ايدي على صدره وادوس على صدره الاقي البين بتاعه بيزيد. دي حاجة بيسموها في الكتب ريب ريديوسابل. يعني ايه البين ريب ريديوسابل؟ يعني البين دوت انا اللي بعمل له ريب ريدكشن، انا لما بدوس عليه بزوده. طب ليه ما قلتش بروديوسابل؟ لان البين دوت بروديوسابل اصلا بالكوست كوندرايتس، انا لما بدوس عليه بعمل ريب ريديوسابل، بعمل له ريب ريدكشن، تمام. فده الكوست كوندرايتس. بين بيبقى الشخص جاي بيه، بيلخبطني امتى؟ لما بيبقى جاي في الليفت سايد، الرايت سايد بتبقى سهله شويه، الليفت سايد بيجي لي في الليفت سايد كوست كوندرايتس، ادوس عليه يقول لي البين بيزيد، اقول له الوجع بيزيد كده، يقول لي اه بيزيد يا دكتور، فده كوستوكوندرايتس، تمام. طيب لو في تروما، التروما ما تستغربش منها. ليه؟ كان في مره ست داخله طوارئ، وكان دكتور العنايه موجود ودكتور الطوارئ موجود، وده كان في مكان برايفت يعني، فالست دي داخله بشست بين والحقونا وما اعرفش ايه، فدكتور الطوارئ قبل ما يبص عليها راح، وقبل ما ياخد هيستوري اي حاجه، يعملوا لها اي سي جي، يا مس تدخلي بيها الاوضه اعملي لها اي سي جي. فجه الدكتور بتاع العنايه بيفحصها، دخل بيقول لها البين هنا يا ماما، طب لما بدوس كده بيزيد؟ قالت له لا 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 ما تدوس. قال لها ليه، في ايه؟ قالوا له اصلها يا دكتور واقعه، اتكعبلت في السجاده، وقعت على حرف الترابيزه، نزلت على سيف الترابيزه في الحته دي. فالحاله دي تحولت عندي من حاله بطنه لحاله، كانت حاله هيموثوركس وفيها فراكشر ريب، يعني حاله اتحولت من حاله بطنه، وكنا هنمشي في قصه الاكيوت كورونري سندروم ونعمل اي سي جي ونستنى ساعتين يطلع نورمال، ونستنى ساعتين ونطلب كاردياك انزيمز، وكانت هتخش في دايلما تاني. الحاله ديت جاست ان انا بس فحصتها كويس وحطيت ايدي عليها وعرفت انها ريب فراكشر، العيان مش عارف، يعني العيان ما يعرفش اللي في دماغك، ما يعرفش الديفرنشال دايجنوسس اللي في دماغك، العيان جاي صدر بيوجعني وخلاص، فالعيان مش متخيل الريب فراكشر ده ممكن ينقله من اسم لاسم تاني، ده مش بطن ده جراحه، روح الناحيه التانيه، العيان ما بيبقاش متخيلها. فانت لازم تسال، فبتخبط فيها يقول لك لا، طب لو عملت كده بتوجعه يقول لك لا، تمام. فانا من المهم جدا ابقى عارف موضوع الريب فراكشر ده. فالست دي اتحولت عندنا، بدل ما هي كانت داخله على انها اكيد كورونري سندروم، اتحولت بقى على الكارديو ثوراسيك، وشافوا الهيمو ثوراكس اللي عندها، وعملوا اكس راي، وعملوا سي تي، وعملوا الشغل اللي هم بيعملوه كله، تمام. فمهم جدا تبقى حاطط في دماغك موضوع الفراكشر، ان ممكن يكون العيان واقع. ما تقوليش انها منطق ان العيان واقع فاكيد هم عارفين السبب فهيجوا يقولوا لي، لا مش شرط العيان يجي يقول لك، لازم تساله، تمام. في حاجات سايكولوجيكال، في حاجه زي الدي كوستا سندروم. ايه الدي كوستا سندروم؟ ده عباره عن مرض سايكولوجيكال، تلاقي الناس دخلت الاستقبال كده وشافت الحالات، وشافت ان ده صدره بيوجعه وده ماسك بطنه وده معرفش ايه، فتلاقيه يقول لك انا جالي شيست بين يا دكتور، الشيست بين ده لسه جاي لي دلوقتي، تمام.
تساله الشيست ده بيجي لك، يقول لك اه دايما بيجي لي مع الاسترس والاكزرشن. بقى له قد ايه؟ والله بقى لي سنين عليه. مفيش حاجه اكيوت كورونري سندروم هتقعد معاك سنين، ده حاجه اكيد يعني. مفيش شيست بين هيقعد معاك بسبب كاردياك اوريجن هيقعد معاك سنين. ايه هيعمل لك بسبب الكاردياك اوريجن مثلا؟ كل الاسباب اللي قلناها انه يعمل لك شيست بين بقى له سنين، مش هيحصل. فده حد بيجي له شيست بين لما بيتحط في ستريس، لما بيحصل له يزعل، لما بيتنرفز، لما ما بيبقاش نايم كويس، لما ما بياكلش ايفن كويس. فتلاقي الشخص ده بيجي له شيست، اتحط في موقف ايموشنال مش حلو. تلاقي انا بشوفها دايما في فيميلز كتير، تيجي تلاقي جوزها مثلا في الاستقبال تقوم ماسكه لي قلبها هي كمان. تمام، ده كوست سندروم. بعمل لهم اي سي جي وبريحهم وبعمل لهم اللي هم عايزينه واسمع منهم هيستوري لتكون فعلا حاله حقيقيه، بس في الاغلب بتبقى حاله سايكولوجيكال ان هي ده كوست سندروم. بيبقى معاها، خد بالك، بيبقى اسوشيشن معاها زي الديبريشن زي الانزايتي، بيبقى معاها حاجات تانيه باينه قوي عليه. تمام، يعني انا شفتها في ميل عندها ديبريشن، وشفتها في ميل عنده ديبريشن، وشفتها في ميل تانيه كانت تمريض وعندها انزايتي وعندها بانكس، بيجي لها بانكس اتاكس من الانزايتي بتاع. فدايما بيبقى معاها اسوشيشن حاجات تانيه سايكولوجيكال. من الحاجات الغريبه جدا اللي هتستغرب ان انا حاططها في الشيست بين اللي هو الفايبرو ادينوزس. الفايبرو ادينوزس ده مرض بيجي في البريست، بيجي في الفيميلز الصغيرين. بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عندها حصل بروليفريشن في الجلاند عندها فيعمل لها ادينوزس، وحصل بروليفريشن في الفايبرس تيشو فيعمل لها فايبرس فايبروزس. فتلاقي الفيميل دي بتشتكي من ماس في البريست، وفي نفس الوقت بيجي لها بين، بيجي لها البين دوت امتى؟ بيزيد قوي في ايام المنستروشن اللي عندها، لما بيبقى عليها منستروشن بتلاقي الفيميل دي بتشتكي قوي بشست بين، والشست بين دوت بيبقى اقل شويه في بقيه ايام الشهر. طب انا حطها ليه الفيميل؟ انا دي حصلت معايا انا شخصيا. واحده صاحبتي كلمتني، حنين انا صدري بيوجعني وبتاع، قلت لها تعالي انا موجوده في المستشفى، وانا طلعت بس اصلي العشاء ونازله. تمام، تعالي ودوريني عليا لما توصلي. تمام، عبال ما جت صدري بيوجعني. تمام، فانا باخد منها هيستوري، بتكلم معاها وبفحصها وبحط ايدي وبتاع، لقيت البين ده من البريست، مش بين فايبرو ادينوزس، بين من البريست. وسمعت منها بيجي لك اه بقاله قد ايه؟ بقاله 6 شهور، وبيجي لك كل شهر، وبيزيد اكتر مع الايام المنستروشن. فانا بقول لها ده وجع من البريست، يعني ده مش شيست بين اللي انا حاطاه في دماغي اللي هو الاكيوت كورونري سندروم. يعني انا في دماغي اكتر حاجه ببقى حاطاها في دماغي الاكيوت كورونري سندروم مثلا. قالت طب ماشي، وانا قايله لك صدري بيوجعني. فهو العيان المصري ما بيفرقش بين الشيست والبريست، يعني هو مش شايف فرق بين الاثنين. هو ده صدري بيوجعني، ده صدري بيوجعني، هو مش شايف فرق بين الاثنين. فطبعا بيجي يقول لك لو في مشكله في البريست، لو في بريست ابسس، لو في فايبرو ادينوزس، لو في حاجه في البريست، هتيجي تقول لك برده انا عندي شيست بين، هتيجي تقول لك انا عندي صدري بيوجعني. هي مش هتفرق ده شيست ولا بريست. فانت من الحاجات المهمه جدا في الفيميلز ان تخلي بالك هو ده شيست ولا بريست بين. تمام، فالفايبر ادينوزس من الحاجات اللي بتعمل بريست بين في الفيميلز، وخد بالك انها داخله في ديفرنشال ادينوزس. وانا استغربت لما لقيت الكتب والتكست بوك كاتباها، يعني انا استغربت ان الكتب كاتبه بريست الفايبر ادينوزس. قلت طب ما اكيد دي حاجه واضحه، لحد ما جات لي روفايد ديت ونزلتني وانا غلطت فيها قصادها، اللي هو يا بنتي ما هو ده، يعني انت نزلتني قلت لي وجع في صدرك، قلت لي اه ما هو وجع في صدر اهو. تمام، مش كل الحالات اللي بتيجي في الطوارئ بنحط في دماغنا انها حالات. اه طبعا لازم نعمل اكسكلوجن لحالات الطوارئ، بس احيانا بيبقى فيهم حالات قلب ومحتاجه عياده. تمام، انا ده اغلب الحاجات بتاعت الشيست بين، انا حاولت والله اجمعها وحاولت اكون مختصره قدر المستطاع عشان الناس قالت لي الفيديوهات طويله شويه، فحاولت اعمل لها كومبريسنج كده وابقى المعلومات فيها بس على القد. ان شاء الله هنكمل في سلسله الابروش، وان شاء الله السلام عليكم.